ربنا يطهر يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة الجمعة 16 سبتمبر. مفيش شك إن في أمور كتيرة قوي اتغيرت من حوالينا، ويمكن السبب الرئيسي في ده هو وجود أو التطور التكنولوجي اللي بيحصل في كل لحظة، لكن بتظل العيلة هي البداية وهي النهاية دائما لأي شخص. عائلتي وطن وأنا من دونهم غربة. علشان كده أعتقد كلنا عندنا يعني يوم بنتجمع فيه ومازال بنتجمع فيه، يمكن في بعض الأسر القليلة اللي لسه محافظة على اليوم ده، لكن في الأول وفي الآخر بيظل إن في يوم بنتجمع فيه. سؤالنا النهاردة لحضراتكم اللي بنبدأ بيه حلقتنا في صباح الخير يا مصر، يعني كلنا بنتجمع في بيت العيلة يوم الجمعة تحديدا، فاكر إيه عن لمة يوم الجمعة زمان؟ جمانة خلينا أسألك السؤال ده، لأن أعتقد يوم الجمعة بيبقى يوم من الأيام المقدسة يعني عند الغالبية العظمى من المصريين. دي حقيقة، يعني فاكرة بقى لو هرجع بالذاكرة كده زمان وهفتح حقيبة الذكريات. لا، يوم الجمعة كان، بص يعني كان مقسوم بين حاجتين الحقيقة. كنا في مثلا كنا بنعملها يوم ويوم، يعني ممكن يوم عند جدتي مامه ماما، وهي كان هي ساكنه في بيت من البيوت القديمه، فكان في عندها كده جنينه، مش جنينه، بلكونه كبيره. والبلكونه دي كنا بنطلع بقى العجل فيها، نقعد نلعب فيها بقى انا وفي البلكونه. لا، بلكونات زمان بقى. يعني لا، مش البلكونه، البلكونه عادي خالص. فكانت بلكونة كبيرة، فكنا بنطلع العجل بقى أنا وولاد خالتي نقعد نلعب فيها. وكان في كمان عند البلكونة دي كان في شجرة مانجا. الله. فكان بقى أخويا، ده كانت عزبة مش بلكونة. لا، كان في شجرة في يعني من الدور اللي تحت، الشارع طلع كبيرة. لا، من الدور اللي تحت كانوا زرعينها الناس، جيرانهم اللي تحت فكانوا زرعينها، فكانت يعني كبيرة، كان عمرها يعني شجرة قديمة عتيقة يعني، فكانت واصلة لغاية عند جدتي فوق. فكان أخويا بقى هو ابن خالتي يقعدوا يجيبوا المانجا من على الشجرة دي، كانت مثلا جزء. الجزء التاني بقى كنا بنروح لعيلة بابا، فبرضو كانت بتبقى يعني بقى كلهم كنا بنبقى متجمعين، بس كانوا يعني لغاية وقت، خليني أقول بصراحة مش قريب قوي، كنا بنبقى حريصين ان احنا نتجمع. بس طبعا بقى مع المشغوليات وظروف كتير اتغيرت، فما بقيناش نعرف نتجمع قوي زي زمان. يعني انت ايه بقى، كنت بتعمل ايه يوم الجمعه؟ بص، انا عندي يوم الجمعه ما كانش جمعه بس بقى، ده كان خميس وجمعه. كان لازم كل اسبوع خميس وجمعه اروح بيت جدي ابو ابويا، ولازم بنتجمع هناك، وتحس ان كان في دفى اسري غريب، يعني دفى اسري بجد والله يا جوانا، انا ما شفتوش في حياتي يعني في الفتره الحاليه دي زي ما كنت بشوفه زمان. كان لازم كلنا نروح نتجمع عند جدي، ابويا، اعمامي، عماتي، ولازم كلنا نتجمع تحديدا على الفطار. يعني لو ما رحناش الخميس لازم نلحق الجمعه الصبح عشان نروح نفطر كلنا مع جدي الله يرحمه يعني. ونفس القصه بيبقى الغدا مع جدتي ام مامتي،
يعني هما الاثنين انا يعني كنت محظوظ اللي هما من شبرا مصر. فده انت عارفه شبرا مصر بيعتبر حي من الاحياء الشعبيه الجميله اللي فيها عادات وتقاليد ولسه محافظين عليها يمكن لحد دلوقتي، وفي رمضان تلاقي بقى الزينه وخطوط الزينه بتاعت رمضان اللي بيلموا من بعض مش عارف جنيه ولا 2 جنيه عشان لازم نعمل عادات وطقوس رمضان وطبق الكنافه اللي بيلف، الحاجات دي لسه موجوده لحد دلوقتي. فانا شايف ان انا محظوظ ان انا يعني عاصرت الجيل الذهبي ده. انا بالنسبه لي بصراحه يعني بحس ان الجيل الجديد حظه برده يعني برغم من التكنولوجي الموجوده ويمكن سهلت لهم حاجات كتير قوي، لكن برده في حاجات كتير هم فاتوها حتى احنا للاسف دلوقتي ما بقيناش عارفين نعملها قوي. احنا جربناها بس لو عاوزنا نطبقها دلوقتي هيبقى صعب، يعني ممكن بس مش هتبقى بنفس الطعم. خليني اقول لك صعب لسبب، للاسف كورونا فرقت اكتر ما جمعت، يعني كلنا كنا بنبقى حتى اللي عندنا شويه حرص اللي احنا نروح لاهلنا زمان، بعد الكورونا خلاص اعتدنا اللي احنا سنتين من عمرنا اللي احنا ما بنروحش لاهلنا حرصا منا، يعني هو لسبب نبيل والسبب يعني في نوع من انواع السمو اللي احنا خايفين على اهلنا من العدوى، لكن خلاص مره في الثانيه في الثالثه في شهر في الثاني في الثالث في سنه في اثنين خلاص اصبح الوقت خلاص بقى مهمل شويه لحد الفيديو كولز وان احنا نشوف بعض عن طريق التليفونات. بصراحه اسوأ حاجه ملهاش طعم والله، مش فكره ملهاش يعني طعم. انا فاكر زمان لما كان بابا مسافر كنا بننتظر فكره الجواب، كنا بننتظر مكالمة كل أسبوع اللي هي كل خميس تحديدا لو دقيقتين كنا بننتظر ده. النهاردة التواصل الاجتماعي تحديدا خلى فيه تباعد اجتماعي مش تواصل اجتماعي، يعني أنا أخويا مسافر في الغربة، أخويا دلوقتي لما بروح المطار وأسلم عليه بسلم عليه بالإيد خلاص، ما فيش جو الحميمية بتاع زمان. ليه؟ لأن أنا زمان ما كنتش بشوف، أنا دلوقتي 24 ساعة معايا فيديو كول. صحيح يمكن هي دي اللي احنا بنفتقدها بصراحه. دي حقيقه، يمكن يعني زي ما بنقول كده كل حاجه ليها دايما عيوبها وليها كمان مزاياها. يمكن السوشيال ميديا او التكنولوجي بشكل عام صحيح ممكن تكون قربت المسافات بشكل او باخر، ان احنا بقينا نقدر نشوف بعض في اي وقت في اي مكان، بقينا نقدر نطمن على بعض بشكل اسهل واسرع وعلى طول نكون مع بعض، لكن في نفس الوقت بقينا فكرة ان احنا نكون قريبين من بعض بجد وان احنا يكون عندنا دايما شغف او ان احنا عايزين نشوف بعض بقت مش زي زمان برضو. بس على اي حال يعني هنبسط ان احنا كنا من الجيل المحظوظ اللي عنده ذكريات لطيفة مع لمة العيلة عبد الصمد، ودي حاجات ممكن نحكيها بقى كمان للأجيال اللي جاية يمكن يبقوا عايزين يجربوها. خلينا نقول برضو يعني حاجة مهمة جدا للسادة المشاهدين، يعني ما تحرموش ولادكم من دفى العيلة، استقوا ببعض قوتكم الحقيقية بفكرة ان انتوا تتجمعوا، لان في التجمع ده بتعرفوا يعني قوة كل واحد ونقاط ضعف كل واحد ونقدر اللي احنا نستثمر فيها، نقدر اللي احنا ما نخليش عندنا اشخاص توكليين، لان احنا عارف انا اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع، فانا عارف لما انا كفرد عاوز من جمانة حاجة هطلب منك لان انا عارف امكانياتك ايه من خلاص بقى من كتر ما احنا قريبين من بعض. فهي دي الفكرة، نصيحة حاولوا تحافظوا على ده، حاولوا تتخلوا عن موبايلاتكم وترجعوا مرة تانية للمة العيلة يعني إذا كنتم بعدتم عنها يعني. صحيح. على أي حال مرة تانية هعيد على حضراتكم سؤال حلقتنا النهاردة. السؤال هو، وإحنا طبعا كنا بنتجمع زمان في بيت العيلة دايما كل جمعة، فاكرين إيه عن لمة يوم الجمعة زمان؟ سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. جمعة مباركة على حضراتكم جميعا، وصباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر. خلونا نرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا او بدايه فقراتنا الفعليه في صباح الخير يا مصر، لكن نروح نصبح الاول على زميلتنا لمياء. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك احمد. صباح الخير عليك يا جمانه. صباح الخير يا لمياء. لمياء، عندك ذكريات يوم الجمعه تحديدا في لمه العيله؟ طبعا، انت رجعتني سنين طويله قوي لورا. كانت جدتي والدتي هي اللي كانت دايما تلمنا وتجمعنا، خصوصا يوم الجمعه ده بعد الصلاه لازم كل البيت يبقى مليان، ما تعرفش تتحرك فيه كتير. انا فاكره بس اهم حاجه انه الضحكه هناك او الخبر الحلو هناك بيبقى فرح. صحيح. كلنا بنفرح، ولو في حاجه تزعل بتلاقيها بقت صغيره قوي عشان تحس انها اتكسرت، اتقسمت علينا كلنا، في اللي بيطبطب وفي اللي بيفكر في حل وفي اللي بيقول كلمتين حلوين، يعني اللمه حلوه قوي. ونلعب كوتشينه ونلعب شطرنج ودايما كنت بخسر فيها. لا، كانت ايام حلوه قوي، بس للاسف زي ما قلتوا من شويه التكنولوجيا والغربه والشغل لهت الناس عن حاجات كتيره قوي بتحزننا دلوقتي ان احنا مش قادرين نعمل ده للاسف. يا
يعني بس الترابط الأسري يعني حاجة مهمة لازم اللي تكون موجودة جدا جدا. بصبح عليكم مرة تانية، وكمان عايز أصبح على مشاهدينا عشان نتعرف مع بعض على متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي سعر البيع 19.44 والشراء 19.37، اليورو سعر البيع 19.42 والشراء 19.34، الجنيه الاسترليني سعر البيع فيه 22.33 والشراء 22.23، الفرنك السويسري سعر البيع فيه 20.30 والشراء 20.21، اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.78 والشراء 2.77، ريال سعودي سعر البيع فيه 5.17 والشراء 5.15، دينار كويتي سعر البيع 62.94 والشراء 62.67، وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.29 جنيه والشراء 5.27 جنيه. ودلوقتي نروح نشوف أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 953 جنيه للجرام، عيار 21 سعر السوق 1112 جنيه للجرام، عيار 24 سعر السوق 1271 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8896. ودلوقتي نروح لأحمد وجمانة نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لكم. كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث والموضوعات اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة نتائج تطبيق القرار الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، أيضا متابعة مشروعات التطوير في محافظة القاهرة ونفي الحكومة للشائعات التي ترددت حول إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم لمستفيدي بطاقات التموين. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة نتائج تطبيق القرار الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، وقال رئيس الوزراء إنه تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بتستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وده بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف عدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير منطقة سور مجرى العيون والمناطق المحيطة بها، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتتضمن العمل على تطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة. برضه امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي عدد من ملفات عمل وزارة الري، وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوظيف كل الإمكانات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لتنمية الساحل الشمالي، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العالمين الجديدة، وده في إطار خطة الدولة لجعلها مدينة مستدامة تعمل على مدار العام، وده من خلال الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية المختلفة سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت حول إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم لمستفيدي بطاقات التموين، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه الكلام ده مش حقيقي ومفيش أي قرارات صدرت بكده، وأكد استمرار صرف سلع غذائية واستهلاكية مقابل فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي. برضه امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي افتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير المستشفى العسكري العام للعائلات بغمرة بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية، وده برفقة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كمان امبارح المتحدث العسكري نشر على صفحته الرسمية إنه في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية، نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك قلعة الجبل، واللي أجريت فعالياته في المدة من 4 ل 15 سبتمبر بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان. برضه امبارح المتحدث العسكري نشر على صفحته الرسمية انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كيلوباترا 2022،
واللي هيستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، وده في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. يعني يمكن الخبر الأبرز في توجيهات ومتابعة رئيس الوزراء هو المتابعة الخاصة بترشيد الاستهلاك في ملف الطاقة تحديداً، أو تحديداً الكهرباء، لأن زي ما احنا عارفين في الفترة اللي فاتت كان في توجيهات مباشرة بفكرة تقليل استخدام الكهرباء وتقليل أيضاً أو تخفيض إنارة الشوارع لتحقيق فائض، هنا بقول فائض زيادة، لأن احنا حققنا فائض حقيقي من 2014 لما عملنا استثمارات من عام 2014 حتى وقتنا هذا تقريبا ب 355 مليار جنيه، أدت إلى وجود 16,000 ميجا وات فائض. احنا هنا عاوزين نزود الفائض ده علشان نغتنم الفرصة، لأن النجاح الحقيقي بيكون يا جمانة هو فكرة اغتنام الفرصة الحقيقية. يعني أنت شايفة أوروبا وشايفة الحرب أو الأزمة الأوكرانية الروسية إزاي ألقت بظلالها تحديدا على القارة العجوز، وكلهم دلوقتي في أمس الاحتياج لطاقة وبترول. صحيح يا احمد، وبجانب كمان فكره اغتنام الفرصه، في لازم يكون في دراسه ان انت تقدر تدير مواردك. صحيح. وتقدر انت تستفيد منها الاستفاده القصوى او الاستفاده المثلى. ولما نيجي نتكلم احنا مش بنتكلم في ان احنا معلش بقى هنضيق على نفسنا شويه، لا، احنا عندنا بالفعل فائض. وبالمناسبه كمان فكره او ثقافه ترشيد الاستهلاك بشكل عام، واحنا بنتكلم في تغيير المناخ وتوفير الطاقه وما الى ذلك، فهي برضو ثقافة مهمة جدا ان احنا صحيح. نتبعها دلوقتي. لما نيجي حتى نبص يا احمد بلغة الارقام، يعني احنا بالفعل يمكن القرارات دي ابتدت تطبيقها امتى؟ من اغسطس، احنا في سبتمبر، يعني حوالي شهر. صحيح. ايه اللي حصل من وقتها؟ بالفعل احنا قدرنا ان احنا نصدر شحنتين غاز زيادة ازيد من المعدل اللي احنا معتادين ان احنا نصدره، ده في خلال شهر واحد بس. يعني كبرى الشركات، كان في اجتماع لسيادة الرئيس مع كبرى الشركات اللي بتعمل في ملف الطاقة تحديدا علشان يبقى في خطوط ربط ما بينك وما بين أوروبا عن طريق اليونان. صحيح. فكرة دي انت شغالة في ده، لان للأسف يا جمانة من بعد القرار ده، ودي دايما مشكلة عندنا، احنا عندنا دلوقتي ألف وألف خبير ومحلل استراتيجي في كل المجالات ده تحديدا من بعد يعني ايه الثورات، فطلع مجموعة من الحناجر صاحبة الصوت العالي خلاص وقال لك ازاي يعني انتوا بتقولوا عملتوا تعظيم استفاده من الغاز وحققتوا منه، حققنا منه 13,000، وده بالارقام وفي دلالات موجوده لده. واعتقد كان زمان يا جمانه لو نفتكر كان في مشكله كبيره قوي عندنا في ملف الطاقه، وكان عندنا مشكله كبيره قوي في الكهرباء اللي كانت بتقطع كل شويه، وبعض الناس اللي قال لك لا قطنين لا مش عارف ايه والكلام ده كله. النهارده ما عندناش ده، لكن قللنا استهلاكنا شويه، ومش استهلاك المنزل، احنا خفضنا الطاقه في الشوارع على سبيل المثال، المباني الحكوميه والورش والمحال والمولات وما الى ذلك، علشان احقق استفاده منه تعود عليا بعمله صعبه، فبالتالي يبقى في معدل نمو تاني مرتفع. بما انك بقى ذكرت فكره العمله الصعبه، يعني حسب كمان الارقام، لان انا الحقيقه يعني انا من انصار ان انا اتكلم بلغه الارقام عشان نقدر نوضح الصوره بشكل فعلي وشكل علمي عامله ازاي. يعني احنا لو قمنا بتوفير على سبيل المثال 10% من استهلاك الغاز اللي بيتم ضخه في محطات الكهرباء، هنوفر كام؟ هنوفر حوالي 300 مليون دولار شهريا. طيب لو وفرنا 15% هنوفر 450 مليون دولار شهريا. احنا بنتكلم في 10% و15%، والارقام اللي احنا بنتكلم فيها دي ارقام شهريا هتخش صحيح مصر، وبالعمله الصعبه، فاحنا مدركين حجم الفايده. يجي حد يقول لك ايه 300 مليون دولار في ميزانيه الدوله؟ ما حضرتك 300 مليون دولار في 200 مليون دولار في 100 مليون دولار بتعمل مليار واثنين وثلاثة دولار بالظبط، فهي دي الفكره. فانت بتحقق وانت دوله في الاساس انت ما فيش انتاج بالشكل الكبير علشان خاطر تقدر اللي انت تواكب المتغيرات اللي موجوده حواليك. لا، والارقام دي بالمناسبه مش ارقام صحيح. بسيطه، ولولا اللي حصل من مشروعات كانت بعض الناس بتنتقدها في وقت من الاوقات، المشروعات القوميه الكبرى، وايه لازمتها ان احنا نعمل ده؟ ايه لازمه يبقى عندنا طريق؟ انت عارفه ايه لازمه دي الالزاميه اللي موجوده دايما على السوشيال ميديا. فعلا الحمد لله النهارده اثبتت ان كان في عندنا قياده سياسيه عندها بعد نظر، لان لو انت ما كنتيش بداتي في ده من زمان، اولا مع ارتفاع الدولار تكلفته هتزيد، ضربيها في 2 وفي 3،
خلاص. ثانيا مش هتعرفي تعملي ده في ظل ازمات عالميه موجوده دلوقتي. ففكره احنا الحمد لله يعني افضل مليون مره من غيرنا، لكن ليه بنقلل ترشيد الاستهلاك؟ بنقلل ترشيد الاستهلاك انت مش عارف بكره في ايه يعني، حتى صحيح. كمان بعيدا كمان صحيح. عن التصدير، انت مش عارفه بكره هيبقى في ايه. زي ما كنت بتكلم يا صمد، فكره ان هي تكون ثقافه عامه، ثقافه عامه، نبقى عارفين انه حتى لو احنا نتكلم على نطاق يعني المواطن العادي، انا مش قاعده في اوضه اقفل النور، انا ممكن اخفض او ارفع عفوا درجه حراره التكييف زي ما كنا بنتكلم 25 درجه فيما فوق، ما دام انا جو خلاص انا مثلا بردت الاوضه شويه خلاص ممكن اقلل او عفوا ارفع درجه حراره التكييف وما الى ذلك من اجراءات وقرارات زي ما تابعناها طبعا على شكل اكبر وشكل موسع بالنسبه زي ما كان عبد الصمد بيتكلم، ان كان في المولات او المباني الحكوميه او الطرق او 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 بشكل كمان، لانه في كان بعض برضو الناس كان بتعلق في يعني النور في الشارع وهنمشي ازاي. اعتقد احنا شهر جربنا لا واحنا يعني جربنا ما اتقطعتش يعني تماما، هو تخفيض اناره بالزبط. بدل ما عندي 100 عمود باناره بشغالين بقوا 50، ده غير خطه اصلا اصلاح يعني عواميد الاناره اللي موجوده في الشوارع، اللي كانت فكره ان كان بيبقى نورها في لمبه تبقى مش مظبوطه فبتسحب كهرباء بس هي مش مقديه دورها وما الى ذلك، يمكن الموضوع اكبر بكتير ما احنا متوقعينه او متخيلينه. يا احمد انا عاوز اقول برضو على حاجه، خبر من الاخبار اللي قريتها، برج ايفل قفلوا برضو الاناره بتاعته تخفيضا للاستهلاك. لا العالم في ازمه طاقه يعني، مزار من المزارات السياحيه الهامه الكبيره، بس عشان في ازمه حقيقيه. المشكله لما اقلل الطاقه بتاعته ساعتين ثلاثه بدري عن الميعاد اللي هو كان مقرر فيه. على اي حال يعني ده قرار صائب وموفق، ونتمنى ان احنا كمصريين اللي احنا كمان نرشد استهلاكنا داخل المنازل، واللي احنا نقدر اللي احنا اللمط بقى او الاوض اللي احنا فاتحين الاناره فيها بدون داعي، يا ريت اللي احنا برضو نحط ده في عين الاعتبار توفيرا لجيوبنا قبل ما يكون توفير للطاقه اللي موجوده في مصر. طيب خلونا نروح لجوله المحافظات اللي معنا فيها في الحقيقه مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة، منها إجراء اختبارات كابتينو مصر لاكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الغربية، وزي ما احنا عارفين ان ده اكبر برنامج اكتشاف المواهب الرياضية اللي بتقوم بيه او بتنتجه شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحديدا. وكمان من ضمن الاخبار الموجودة معانا الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقيمة 252 مليون و 300 الف جنيه في ديار بنجم في الشرقية، بالإضافة لتنظيم ندوة توعوية للسيدات في قرى حياة كريمة في أسوان، وأخبار تانية كتيرة هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من شمال سيناء اللي تم فيها ختام فعاليات مهرجان سباق الهيجن بالعريش وتوزيع الجوائز على أصحاب الهيجن الفائزة بالمركز الأول. فعاليات السباق أجريت على مدار 30 شوط تنافست فيها الهيجن بعدد 360 جمل. في البحيرة هيتم افتتاح 97 مشروع جديد بتكلفة 1,541,000,000 جنيه خلال الأيام القادمة لخدمة أبناء المحافظة، وده بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي. في الأقصر حلقت في سماء المحافظة 21 رحلة بالون على متنها حوالي 420 سائح مصري وأجنبي من حول العالم، وبتحتل الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر. في الغربية أجريت اختبارات برنامج كابيتانو مصر، أكبر برنامج لاكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط، وده بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وانطلقت الاختبارات في نادي اتحاد باسيون بحضور أعداد كبيرة من الأجيال الصاعدة من محبي كرة القدم. في بني سويف أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فوز 6 مشروعات بحثية ممولة من مركز تميز المياه بالإسكندرية، وتصدرت الجامعة قائمة الجامعات الفائزة، وكانت أول جامعة بتتعاقد لتنفيذ المشروعات من الجامعات المصرية الشريكة في المشروع. في الفيوم نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض لتوزيع الملابس بالمجان، المعرض هيستفيد منه 180 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بقرى زيد وصفا والخرابة والسقعية وعزبة سليمان وعزبة واصف والعدلي بمركز أبشوي. في الدقهلية وافق المحافظ الدكتور أيمن مختار على صرف الدفعة 166 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2022، وده بإجمالي 800 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.
في دمياط شهدت منطقة السيالة البدء في أعمال الرصف ببلاطات الانترلوك للشوارع الداخلية بها، وده ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط اللي بيجري بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، والتطوير بيشمل 7 مناطق هي المنطقة القديمة، السيالة، السننية، الأعصر، غيط النصارى، شط الملح والمنيا. في أسوان نظم فرع المجلس القومي للمرأة 45 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، وده ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي ورفع الوعي المجتمعي والثقافي للأهالي داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ديرب نجم بتكلفة 252,300,000 جنيه. وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن شهر سبتمبر الجاري هيشهد افتتاح 42 مشروع في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والكهرباء والإسكان والطرق والكباري بتكلفة 1,795,000,000 جنيه، وده في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي. طبعاً العمل الجاري في كل المحافظات الحقيقة على قدم وساق بالتوازي، لكن خليني أتكلم مع حضراتكم تحديداً عن كابيتانو مصر. يمكن إحنا على مدار السنين اللي فاتت كان عندنا مشكلة في فكرة أن يكون عندنا ناشئين ومواهب كتير موجودة ومؤهلة، يعني دايماً بيبقى عندنا فريق أول وفريق تاني، ممكن يبقى فريق تاني، بس ما فيش دايما ان احنا بنبقى حريصين ان احنا يبقى عندنا اشبال او يكون عندنا مواهب كتير موجوده ومهيئه وقادره ان هي خلاص تبتدي تنزل الملعب وتبتدي صحيح. تؤدي. يا احمد يمكن دي كانت مشكله كبيره جدا شفناها في كذا خلينا نقول فعاليه رياضيه مهمه. لو فكره ان انت يبقى عندك برنامج كبير ضخم برعايه او تنظيم شركه مصريه خالصه هي شركة المتحدة، ده حد يعني أو حاجة في حد ذاتها في منتهى الأهمية. لأن النهاردة كنا زمان بنتفرج على برامج اكتشاف مواهب وليكن مثلا في الغنى، وفي النهاية الأصوات دي كانت بتصدر للخارج، أو بمجرد اكتشافها خلاص عرفناهم وشفناهم وحبناهم ومرة واحدة اختفوا. ليه؟ لأن ما كانش في منتج بيكمل. خلينا نقول إن كابيتانو مصر ده هو نسخة، مش هي النسخة الأولى، لأن كان في قبل منه ولسه ما زال موجود الدوم، التجربة الأولى اللي انطلقت اللي يمكن أشاد بيها كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة اللي انت اكتشفتي مواهب متعددة غنائية. شفنا في مجال الإعلام أيضا زملاء لينا وبالفعل اشتغلوا في قنوات فضائية خاصة، يعني فكرة اللي انت اكتشفتي المواهب وقدرت اللي انت تديها شوية كورسات وتأهليها بشكل أكتر وتقدميها بعد كده للمشاهد. شفنا برضو الأغاني للفنانين وأصحاب الأصوات الحلوة اللي ابتدى يتعمل لهم كليبات مع نجوم كبار، ففكرة اللي انت بتقربيهم أو بتقدميهم بشكل أسرع للجمهور بارتباطهم للنجوم الكبار دول. نفس القصة في كرة القدم بقى، انت أكبر ثروة حقيقية موجودة عندك يا جمانة هنا في مصر المورد البشري. طبعاً فاللي انت تنقبي وتطلعي موارد بشريه مؤهله زي ما انت ما قلتي، احنا عندنا جيل اول جيل تاني وشكرا، لو حصل خلل لا قدر الله في الجيلين دول ما عندكيش حد تقدر اللي انت تحطيه، بقى بيبقى عندنا الازمه الحقيقيه اللي لا وبعدين لو هنتكلم عن الرياضه كمان، الرياضه تحديدا هي يعني بخليها كمان تاني بلغه الارقام هي اقتصاد، واقتصادها قوي جدا بالمناسبه صحيح. فان احنا يكون عندنا، وبعدين احنا يعني مفيش زي ما انت بقى بتتكلم في الاماكن الشعبيه وفي القرى والنجوع، مفيش الاطفال بلعبتهم الكوره يعني بيستنوا الحظ او الصدفه عشان يطلع محمد بالزبط. صلاح بالظبط، عندنا كتير قوي ممكن يبقوا محمد صلاح. طيب على اي حال خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم مره تانية لاميا عشان تعرفنا على ملخص سريع لاحوال الطقس. اتفضلي يا لاميا. شكرا جمانة. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع معاكم في جولة سريعة أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وكمان السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. بالنسبة لدرجة الحرارة النهاردة في القاهرة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 39، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. خلينا نروح مع حضراتكم بقى الموضوع الحقيقة يعني يفرح ويخلينا كده نتبسط ويخلينا كمان في حالة تفاؤل إن اللي جاي إن شاء الله
خير. بقينا بنسمع على مدار الأيام اللي فاتت أنه في مجموعة من الطلاب في جامعة القاهرة، مجموعة من الطلاب في جامعة عين شمس، مجموعة من الطلاب في جامعات مصر الحقيقة كلها قدروا أن هم يعملوا مشروعات، خلينا نقول مشروعات تخرج أو أبحاث مهمة جدا. بس هنتكلم دلوقتي تحديدا عن مجموعة طلاب في جامعة أسيوط، عملوا إيه؟ قدروا أنهم يطوروا غواصة آلية متعددة المهام بتستخدم لأعمال المراقبة والاستكشاف تحت المية. الغواصة دي بتقدر توصل لأماكن عميقة جدا صعبة على الغواصين إن هم يوصلوا ليها، فبتكون مزودة بكاميرات لاكتشاف الآثار في أعماق البحر، وكمان بتنقل كل أشكال الحياة تحت المية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. مهمة الغواصة دي هي الخدمات البترولية بشكل خاص والخدمات البحرية بشكل عام، يعني مش لازم البترولية بس. بتستخدم ثلاث كاميرات للرؤية بدون رؤية واضحة، وجريبر ليه درجتين حرية يساعد البايلوت في امساك العناصر تحت المية، وست مواتير ثراسترز يساعدوها في التحرك تحت المية بدرجات حرية ملائمة للوظائف اللي هتقوم بيها تحت المية. بتساعد الإنسان في الوصول لأماكن ما يقدرش يوصل لها زي الضغط المرتفع او الاماكن الضيقه ان هو ما يقدرش يدخلها. في بعض المهام اللي بتعملها بتكون بشكل مانوال زي تغيير قطاعات معينه في الوصلات البحريه تحت الميه، وبعض المهام بتكون بشكل اوتوماتيكي زي التعرف على الاحياء تحت الميه، تحديد احجامها، تصنيفها والى اخره. قدرنا ان احنا نحقق احسن تصميم بحيث ان احنا نقدر نعمل كل المهام المطلوبه مننا باحسن فايده ممكنه. الروف عند الغواصة عندنا بيكون هدفها الأساسي إن هي تخدم البيئة وبعض المجالات الصناعية زي مجال البترول. الروف ممكن الغواصة عندنا ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا زي إن هي تاخد عينات من البحر في أماكن عدائية ممكن ما يقدرش غواص عادي يشتغل فيها، أو احترازا كسيفتي للراجل اللي هيشتغل هناك أو الغواص اللي هيشتغل هناك، بننزل الروف مكانه بحيث إن أداء المهمة أو الميشن كلها تكون بأقل مخاطر ممكنة. احنا ثلاث بنات دلوقتي في الفريق، واجهنا قسمنا بيننا الشغل، كل واحد فينا كان ليه مهام محددة، ولكن الشغل برغم ذلك انه ما كانتش يعني كان سلس، برغم ان المهمة كانت صعبة شوية علينا. وانا حاليا ماسكه شغل الهاردوير، ان انا ازاي اخلي ازاي احدد الكومبوننت اللي احنا هنشتغل بيها، ازاي اشوف اذا كان الموتور ده هيسحب تيار قد ايه، ازاي هشوف اذا كان الباور سبلاي اللي معانا هيكفي الكرنت، هيطلع لي الكرنت والفولتج اللي انا عايزاه ان هو هيكفي المواتير وبقيه الكومبوننت، عشان كل ده بيساهم طبعا ان هي تشتغل بحركة أسهل وحركة يعني تكون سلسة. بدأنا تصميم الروف على أن هي تقدر تنزل على عمق 10 متر ده الديزاين اللي احنا كنا عاملينه، لكن هي ممكن تنزل على أكتر من كده بس هنضطر نعدل في الديزاين، لكن تقدر تنزل على عمق 10 متر. كان الهدف من الروف أن هي بتكون مسؤولة عن أول حاجة أن هي تعمل استكشافات في المحيط، سواء كانت تستكشف على آثار موجودة في المحيط أو على بترول أو أي حاجة، بالإضافة أن هي كانت برضو بتساعد على حل مشاكل التلوث اللي موجودة في المحيطات، أن هي تقدر تنزل على عمق الإنسان العادي ما كانش يقدر ينزل العمق ده يعني بدون ما يحصل له أي أضرار. برضو كانت بتقدر تعمل حاجات تحت المية، مثلا لو في خط أنابيب بترول حصل فيه مشكلة تسريب أو حاجة، الروف ممكن بعد شوية تطورات فيها أن هي تقدر تساعد في أن هي تصلح العطل ده، وتقدر تعمل برضو مهام تانية كتير تحت المية. هي دي الموارد البشرية بقى اللي احنا بنقول، أو العنصر البشري اللي احنا بنقول لازم اللي احنا نستثمر فيهم ونرعاهم ونقدر اللي احنا ندعمهم، لأن هم دول اللي يقدروا فعلا يحققوا التقدم اللي احنا عاوزينه في التكنولوجيا تحديدا يعني. طبعا هي يا أحمد. طيب خلينا نروح لبعض تعليقات حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة، هو لو فاكرين كده لمة الجمعة زمان كنتوا بتعملوا فيها ايه؟ في اجابات حلوة قوي يا أحمد، فكرتني بحاجات انا كنت بعملها برضه. طيب هنروح بقى لجيهان المصري صديقة البرنامج، بتصبح علينا، صباح الخير عليكي. طبعا بتقول وحشتنا لمة العيلة، الايام دي افتقدناها، بس زمان كان لمة يوم الجمعة بعد الصلاة. أفتكر وأنا صغيرة كان في ماتش، كان كل عمامي وأبويا رحمة الله عليه، الله يرحمه يا رب.
بيتفرجوا، والغدا بقى والحلويات، ولمتنا كان ليها طعم حلو. الحب والمودة والمشورة واحترام الكبير ومفيش صوت عالي، كان فعلا لمة عيلة خسارة افتقدناها. طيب في كمان راندا الجندي بتقول صباح الجمال، لسه لمة العيلة موجودة في الريف. طبعا الريف يعني من الناس المحافظة حتى الآن على العادات والتقاليد يعني، وفي عزومات وفي قلوب صافية. وطبعا أكتر بلد مشهورة بالكرم واللمة هي الشرقية، بلدي الجميلة والمواقف كتيرة قوي والنعمة. يعني طبعا الشرقاء معروفين، بس والله كل المصريين كرم الحقيقه. انا سالتك على موقف للشرقاء، انت قلتي لي عليه يا جماعه. لا الشرقاء يعني دايما بيتقال ان الشرقاء على طول، يعني بعد ما نقول الشرقيه والشرقاء اللي فطروا القطر، كان في قطر تقريبا يعني على حد ما انا فاكره عطل غالبا في الشرقيه، وكان في رمضان ففطروا المسافرين او الراكبين طبعا هذا القطار. لكن هنرجع تاني ونقول طبعا الشرقاء كرم، لكن كل المصريين كرم الصراحه. نروح لمحمد اسماعيل بيقول صباح الفل والياسمين، اكيد لمة العيله حلوه لما نتجمع كلنا في بيت واحد، وحاجه حلوه جدا كده من اسوان. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل اهل اسوان. طيب في اسلام خير بيقول صباح الفل، كنا يوم الجمعه بنتجمع وبنشوف صباح الخير يا مصر، وبنشاهد برنامج زي عالم الحيوان، كلنا تربينا فعلا على البرامج دي، وكرتون لحد قبل صلاه الجمعه، وبنتجمع نصلي الجمعه في المسجد، وبعد الصلاه بنسمع سر الارض ونتغدى كلنا في بيت العيله، وبعدها نشرب الشاي. افتقدنا قوي الايام الجميله دي، وافتقدنا الكبار اللي كانوا بيجمعونا على سحائب الرحمة والمغفرة، ربنا يرحمهم جميعا طبعا. وأضيف على ده بقى، وكنا بنجيب الجرنان ونقعد نتفرج ونشوف ميعاد المسلسل امتى في الجرنان. فاكر في برنامج بتاع طبعا الإعلامي الكبير جمال الشاعر واحد من الناس طبعا أستاذ جمال أستاذنا، يعني ده كنا بنقعد نتفرج عليه كده بالليل. لا كان في حاجات كتير قوي، تصدق والله يفكروني في حاجات كتير كنت بعملها برده يوم الجمعة. طيب على أي حال مشاهدينا، نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، مستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباح، مستنونا. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وفي الحقيقة يعني الأخبار لا تتوقف، لأن معادنا دلوقتي مع مجموعة من الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل. يمكن أهم هذه الأخبار أن النهاردة مترو الأنفاق هيطرح استمارة الاشتراكات للطلبة، وده بجميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات الخطوط الثلاثة. وكمان النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان ذوي الأرحام وحقوقهم، بالإضافة لأن دار الأوبرا المصرية هتنظم حفل، الحفل ده هيحييه المنشد علي الهلباوي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمترو الأنفاق هيطرح استمارة الاشتراكات للطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات الخطوط الثلاثة، وهيبدأ من بكرة استخراج الاشتراكات. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان ذوي الأرحام وحقوقهم، وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وإن مدة الخطبة ما تزيدش عن 10 دقائق. النهاردة أتليه القاهرة هيستضيف حوالي 60 شاعر ضمن فعاليات مهرجان شعر العامية السادس دورة بيرم التونسي، واللي بيتم تنظيمه في إطار حرص الأتليه على تنشيط الذاكرة الثقافية وتقديم شعراء جدد. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفل فني للمنشد علي الهلباوي على مسرح دار أوبرا الإسكندرية الساعة 8 بالليل. صباح الخير مرة تانية. النهاردة هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،
بالليل الجو هيكون معتدل شوية ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مايل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط للرياح في بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. مزيد من التفاصيل عن درجات الحرارة المتوقعة النهاردة تابعونا دلوقتي. القاهرة العظمى فيها 31 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 32 والصغرى 22، اسكندرية 29-24، العالمين الجديدة 29-23، مطروح 29-24، السلوم 29-20، دمياط 28-24، بورسعيد 29-23. إسماعيلية العظمى فيها 32 والصغرى 23، السويس 32-24، العريش 30-23، طابة 32-24، كاترين 30-19، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 34-26، الفيوم 32-23. نروح لبني سويف العظمى فيها 32 والصغرى 22، أسيوط 33-22، سوهاج 36-23، قنا 37-24، أسوان 39-26، الوادي الجديد 37-23، حلايب 32-25، وأخيرا شلاتين 36-26. ودلوقتي نروح لأحمد وجمانة نكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. نشكر الكلامية، شكرا جزيلا. النهارده ذكرى رحيل واحد من أهم صناع الكوميديا، مدرسة متفردة في صناعة الضحك، ارتبط بيه الحقيقة أجيال كتير جدا، خاصة أجيال التمانينات والتسعينات اللي بيحملوا في ذاكرتهم فوزير عمه فؤاد، الأستاذ فؤاد المهندس، اللي قدم على مدى تاريخه أكتر من 160 عمل فني في المسرح والسينما، كمان الإذاعة والتلفزيون. 6 كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود، ده الكوبري اللي في وسطيكم. في مثل هذا اليوم رحل أحد مؤسسي مدرسة الكوميديا الراقية، متعدد المواهب الذي حجز لنفسه مكانا في مقدمة فناني الزمن الجميل، هو الفنان فؤاد المهندس. ولد فؤاد زكي محمد المهندس في حي العباسية في القاهرة، والده والعالم اللغوي زكي محمد المهندس، وكان منزلهم قلعة للحفاظ على اللغة العربية التي أتقنها من خلال أبيه، والذي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية. التحق بكلية التجارة وانضم لفريق التمثيل بالجامعة، وشاهد الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت، فسعى لمقابلته وانضم لفرقته المسرحية لعله يحظى بأحد الأدوار، إلا أن الريحاني لم يساعده كثيراً، وبعد وفاة الريحاني انضم فؤاد المهندس إلى فرقة ساعة الألبك منذ تأسيسها في مطلع الخمسينيات، وكانت هذه بدايته مع التمثيل. أحب فؤاد المهندس العمل الإذاعي كثيراً، وكان مشواره مع الإذاعة المصرية طويلاً وغنياً جداً، وبدأه في أربعينيات القرن الماضي، وقدم عبر الميكروفون العديد من المسلسلات والمسرحيات الإذاعية والبرامج، من أشهرها برنامج ساعة الألبك وكلمتين وبس. كلمتين وبس. وظلت إنتاجاته تبث عبر الإذاعة لسنوات طويلة، وتعتبر من الكنوز النادرة للمكتبة التراثية في الإذاعة. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. كان مؤمناً دائماً بأن الفن رسالة سامية ووسيلة لرقي المجتمع، لذلك قدم للأطفال فوزير عمه فؤاد ليحقق نجاحاً جارفاً بين الصغار، مما جعل جيل التسعينيات والثمانينيات يعتبر عمه فؤاد من أيقوناته المفضلة التي يحملونها في ذكريات الطفولة. قدم أكثر من 160 عملاً فنياً كوميدياً وتراجيدياً للكبار والأطفال عبر المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، من أشهر أفلامه أرض النفاق، شنبوا في المصيدة، أخطر رجل في العالم، وكذلك قدم على خشبة المسرح العديد من الأعمال الخالدة، منها سيدة الجميلة، السكرتير الفني، أنا وهو وهي، وحواء الساعة 12.
6 كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود، ده الكوبري اللي في وسطيكم. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر، وذلك بعد زيادة 1,000,000 أسرة إضافية إلى عدد المستفيدين. يأتي ذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5.1 مليون أسرة. وبدأ أمس مستفيد برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلية المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد. أعلن البيت الأبيض الموافقة على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار، وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها إن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري من دون إعلان أي تفاصيل إضافية. دعا المستشار الألماني أولاف شولتز إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، واعدا بدعم سلطات كييف بقدر ما تحتاج. وقال شولتز إنه لا ينبغي أن تحقق روسيا أهدافها من العملية العسكرية، مشددا على ضرورة دعم الغرب لكييف. وأشار المستشار الألماني إلى أنه سيتم مساعدة أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والذخيرة، ويتم تدريب الجنود الأوكرانيين. أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشيت أن بلادها ستمد أوكرانيا قريبا بآليات مدرعة، لافتة إلى أنها لن تزودها في المرحلة الراهنة بدبابات كانت تطالب بها. وقالت لامبرشيت في مؤتمر صحفي أن النجاحات التي حققتها أوكرانيا في الأيام الأخيرة وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية مشجعة، مشيرة إلى أن الهجوم المضاد الذي تشنه كييف يظهر مدى أهمية وضع تجهيزات عسكرية أخرى في متناول أوكرانيا. أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يطالب روسيا بمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهذا القرار هو الثاني الذي يصدره المجلس فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتشابه في مضمونه مع القرار السابق. قال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس أنه من المقبول أخلاقيا أن تزود الدول أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها. وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة البابوية خلال رحلة العودة بعد زيارته لكازاخستان، حث فرانسيس كييف أنها يجب عليها الانفتاح على فكرة الحوار في نهاية المطاف حتى ولو كانت فكرة مكروهة على حد وصفه. قال البنك الدولي إن العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي في عام 2023 مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في وقت واحد، وذلك لمكافحة التضخم المستمر. وذكر البنك في دراسة جديدة أن أكبر 3 اقتصادات في العالم الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو تتباطأ بشكل حاد، لافتا إلى أن أي ضربة حتى ولو متوسطة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود. قال الرئيس البرازيلي جاريل بولسوناو أنه بلاده تجري مفاوضات مع روسيا ودول عربية لتعزيز وارداتها من الديزل، وكانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت في يوليو الماضي أنها تحاول شراء أكبر قدر ممكن من الديزل من روسيا في محاولة لخفض أسعار الوقود والسيطرة على التضخم. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح معاكم دلوقتي لمحافظة مطروح اللي شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخاصة بالأبنية التعليمية والمدارس اللي هتدخل الخدمة في السنة الدراسية الجاية، ده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
محافظة مطروح شهدت أعمال تطوير وتوسعات في الأبنية التعليمية لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتستهدف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة العمل بكافة المناطق لتوفير خدمة تعليمية متميزة تلبي كل الاحتياجات وتستوعب جميع الطلاب المتقدمين وتحد من ظاهرة التسرب التعليمي وبخاصة للفتيات، وذلك بتوفير مدارس ثانوية للبنات بكافة الإدارات التعليمية. أعمال الإنشاء والتطوير للمدارس تم تنفيذها في 30 منطقة وتجمعاً سكنياً ضمن المناطق والقرى الأكثر احتياجاً في المحافظة. كما تستهدف مديرية التربية والتعليم إنشاء 3 مدارس يابانية بمدن العلمين والضبعة وسيوة، وذلك في إطار التوسع في المدارس اليابانية وتقديم خدمات مميزة لأبناء محافظة مطروح. يعني زي ما احنا عارفين احنا يعني على مشارف بداية عام دراسي جديد، تعالوا نعرف تحديدا ايه اللي بيحصل من تطوير في هيئة الأبنية التعليمية في محافظة مطروح من خلال المهندس طارق مسعد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمطروح. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير على حضرتك. باشمهندس في البدايه يعني عاوزين حضرتك تحطنا في صوره اوضح واقرب لعدد المدارس اللي تم تطويرها وترميمها من خلال مبادره حياه كريمه في مطروح تحديدا، بالاضافه للمدارس اللي استحدثت او انشئت جديد. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول صباح الفل عليكم، صباح الورد على مصر كلها، وصباح الفل طبعا على اهلي في محافظه مطروح. نعم. السنه دي ان شاء الله باذن الله داخلين العمليات التعليميه بتسع مدارس جديده. خمس مدارس انشاء، مدرسه احلال كلي، انشاء خمس مدارس انشاء جديد، مدرسه احلال كلي، ثلاث مدارس توسع. باجمالي 105 فصل بتكلفه حوالي 87 مليون جنيه. مدينه نصيب مدينه الحمام فيهم مدرستين، مدرسه انشاء جديد مدرسه عمر بن الخطاب تعليم اساسي 11 فصل، مدرسة التوسع ناجح الشيخ صادق 10 فصول، مدرسة منطقة العالمين فيها مدرسة إنشاء جديد اللي هي مدرسة جلحوب المغواري 11 فصل، منطقة الضبعة فيها مدرسة أحلام كلي لأولاد بخير 11 فصل، مدينة مرسى مطروح فيها ثلاث مدارس، مدرسة تحفيظ القرآن 3 فصول، مدرسة الكرامة وقصر الحكمة 26 فصل، مدرسة إنشاء جديد سعد بن أبي وقاص 11 فصل. منطقة النجيلة فيها مدرسة أبو بكر الصديق 11 فصل. مدرسة منطقة براني فيها مدرسة فرج سويلة 11 فصل. بالإضافة ده إن أنا أحب أقول إن إحنا عملنا مدرسة مصرية، ده بالإضافة للمدرسة المصرية المدنية. المدرسة دي 14 فصل، دي أول مدرسة في مطروح. حوالي 13 مليون جنيه. دي المدارس الإنشاء اللي إحنا عملناها السنة دي. مدارس التطوير عملنا 8 مدارس، 2 في الحمام، مدرسة حويل الابتدائية، مدرسة بلال بن رباح، في الضبع عملنا مدرسة الروضة، في مرسى مطروح عملنا مدرستين رياض الصالحين وكريم هنداوي، في منطقة النجيل عملنا مدرسة الملاح، في منطقة سيوة عملنا مدرستين، مدرسة أبو شروف ومدرسة سيدي عبد السلام. كل ده جميع المدارس دي احنا عملناها السنة دي وطورناها، ده بالإضافة احنا مرينا على كل المدارس في محافظه مطروح وحلينا اي مشاكل ليها في العمليات التعليميه. ان شاء الله باذن الله احنا طرحنا 12 مدرسه تم طرحهم خلاص، وجاري الطرح ال 10 مدارس، يعني عندنا حوالي 22 مدرسه بنوعد محافظه مطروح ان شاء الله والسيد المحافظ بقياده اللواء ياسر مدير الهيئه ان احنا عندنا 22 مدرسه هيخشوا العمليات التعليميه السنه الجايه باذن الله بتكلفه حوالي 225 مليون جنيه. طيب باشمهندس، يعني حضرتك ذكرت الحقيقه يمكن اديتنا تفاصيل الحقيقه بناء المدارس، حتى المدارس اللي كان فيها احلال وتجديد، بس حابين نعرف من حضرتك يعني خطه الانشاءات واعمال الترميم والتطوير ورفع الكفاءه او حتى يمكن انشاء مدارس جديده قد ايه؟ يعني بداتم امتى العمل على هذه الخطه؟ بدانا يعني شهر 9 السنه اللي فاتت. خلصنا يعني خلصنا في شهر 7
واحنا دلوقتي جاهزين بالعمليه التعليميه، لان احنا عندنا بعد الشهر بعد ما بنخلص المدارس بنجهز المدارس كمان. دلوقتي جهزنا المدارس، فاضل لي مدرستين بنجهز فيهم. العمليه التعليميه هتبقى العمليه المدارس كلها داخله باذن الله بنسبه 100%. باذن الله. طيب هل المدارس والابنيه التعليميه اللي تم استهدافها دي مندرجه تحت خطه مبادره حياه كريمه فقط، ولا في يعني خطه موضوعه جزء منها حياه كريمه وجزء اخر يعني من خلال الخطه اللي بتستهدفها وزاره التربيه والتعليم تحديدا؟ كل المدارس اللي انا ذكرتها دلوقتي دي من خلال الخطه اللي بتستهدفها وزاره التربيه والتعليم. احنا عندنا حياه كريمه ان شاء الله، احنا داخلين المرحله الثانيه هنخش في حوالي 30 مدرسه باذن الله. 30 مدرسه. طب لو هنتكلم على الكثافه الكثافه الخاصه بالطلبه اللي موجوده في المدارس اللي حضرتك ذكرتها، التسع مدارس دول قد ايه تحديدا؟ الكثافه كانت 80 وهتبقى 40. من 80 ل 40. اه ده حضرتك هنا بتتكلم على الفصل. بتكلم على الفصل. الكثافه كانت 80 وهتبقى، يعني التوسعات دي خلت يبقى في النص تحديدا اقل من الكثافه اللي موجوده داخل الفصل الواحد. مظبوط كده. احنا بنحاول بقدر ما نستطيع ان احنا نوصل بان الكثافه في الفصل تبقى 40. 40 فصل، وده العدد القانوني يعني. نعم. فاحنا كل المدارس الحمد لله رب العالمين اللي احنا عملناها دي الكثافه فيهم هتبقى 40 ويمكن اقل كمان. نعم. طيب يا فندم خلينا برضو نعرف من حضرتك ايه هي المعايير اللي بيتم على اساسها اختيار المدارس، او يعني اختيار مدارس اللي تكون مندرجه تحت او ضمن اعمال التطوير؟ احنا خلينا نقول طيب المعيار الاساسي لان انا انشئ مدرسه جديده الاول قبل التطوير، انشئ مدرسه جديده هو ان يكون عندي كثافه عاليه في اي مدرسه اخرى، فبحلها بمدرسه جديده تاخد الكثافه اللي فيها، او تكون المدرسه فترتين، لان احنا بنستهدف ان ما يبقاش عندنا فترتين في مصر خالص. نعم. بالنسبه لمدارس الترميم، المدارس اللي بتبقى حالتها سيئه او اللي محتاجه صيانه او ترميم، يكون فيها مثلا شروخ، يكون فيها دورات المياه مش مظبوطه، الدهانات مش حلوه، احنا بنخش نعمل لها ترميم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس طارق مسعد مدير عام هيئه الابنيه التعليميه بمطروح. طيب خلونا نروح لموضوع اخر، وفي الحقيقه يعني هو موضوع في غايه الاهميه ضمن يعني حزمه الحمايه اللي بتتم للمواطنين، الحمايه الاجتماعيه تحديدا، لان النهارده 16 سبتمبر وده بيصادف اليوم العالمي، لأن نروح كده لموضوع آخر من الحماية الاجتماعية، اليوم العالمي لحماية الأوزون، وإحنا بنتكلم على كوب 27 وعلى يعني خلاص بقى عد تنازلي أقل من 60 يوم تحديدا، ومصر هتستضيف قمة المناخ. النهاردة اليوم العالمي لحماية الأوزون، وفي اليوم ده سنة 1987 تم توقيع بروتوكول مونتريال، واللي بيعتبر من أول يعني أو بيعد من أوائل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة. والحقيقة إن الكلام في الأوزون تحديدا لا ينفصل بأي شكل من الأشكال عن التغيرات المناخية اللي بتحدث وبنعيشها دلوقتي. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر عن هذا الموضوع من خلال الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة ومنسق مشروعات بروتوكول مونتريال. صباح الخير يا دكتور. صباح النور وتحياتي لكل المشاهدين. يعني دكتور عاوزين في البداية نعرف أهمية هذا اليوم، اليوم العالمي للأوزون، وأهمية الاحتفال بيه. هو النهاردة بيصادف أن العالم بيحتفل بمرور 35 عام على بروتوكول مونتريال، اللي هو بيعتبر أول عمل جماعي حقيقي كاستراتيجية موحدة تخاطب مشكلة بيئية مشتركة. تضع حد لواحد من أشد التهديدات اللي تواجه البشرية على الإطلاق، وهو استنفاف طبقة الأوزون. طبقة الأوزون هي الدرع الواقي الذي بيحمي صحة الإنسان وسلامة البيئة، اللي هي غلاف رقيق يحيط بالكرة الأرضية وبيحد من وصول الموجات فوق البنفسجية القصيرة بتركيز كبير إلى كوكب الأرض، مما يحافظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان. طيب اتفضل يا دكتور. هو مصدر التهديدات البيئيه عموما يعني بياتي من نتيجه انشطه الرفاهيه البشريه
والتكنولوجيات اللي ابتدعها الإنسان مع تطور الحياة المدنية واستحداث مواد كيميائية مخلقة ينتج عن إطلاقها في الجو تآكل طبقة الأوزون أو تفاقم لظاهرة التغيرات المناخية، لأن طبعا العديد من المواد المستنفذة للأوزون هي برضو من أقوى الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. طيب يعني خلينا دكتور عزت نستغل وجود حضرتك معانا و يعني يتعرف السادة المشاهدين عن موقع وحدة الأوزون اللي تم إطلاقه وأيضا الهدف منه. هو وحدة الأوزون الوطنية هي وحدة موجودة في كل دول العالم المصدقة على بروتوكول مونتريال، و يعني من دواعي الفخر ان بتكون وحدة الأوزون المصرية دي يمكن اول وحدة نشأت في بداية التسعينات واول وحدة على مستوى افريقيا والعالم العربي كله، وهي بتساعد وزارة البيئة في تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون و بتضمن الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق متابعة تنفيذ كل الأنشطة اللي هي خاصة بهذا الموضوع. نعم دكتور، يعني ما فيش شك ان التغيرات المناخية اللي بتحصل دلوقتي يمكن سبب رئيسي لهذه التغيرات، يمكن ثقب الأوزون اللي احنا أكيد عارفينه. إيه العلاقة ما بين الأوزون والتغيرات المناخية اللي بتأثر بشكل مباشر على البيئة وبتهددها؟ هو بداية طبقة الأوزون كغلاف غازي رقيق بيحيط بالكرة الأرضية بيحفظ التوازن بتاع كوكب الأرض. نعم. و هناك علاقة وثيقة ما بين التغيرات المناخية وبين ظاهرة ثقب الأوزون، لأن دول الاثنين أكثر مشكلتين أو ظاهرتين عالميتين بيأثروا على العالم كله. صحيح. ملهاش تأثير محدود على دولة محددة، ويعني عشان كده ثقب الأوزون ده دكتور بيأثر على ارتفاع درجات الحرارة أيضا، صحيح؟ بيأثر على حاجات كتيرة جدا، يعني هو ليه تأثيرين. أولا تأثير على صحة الإنسان، لأنه الموجات الفوق بنفسجية قصيرة لما تصل بتركيز كبير في حالة إن طبقة الأوزون ما تكونش في حالتها متعافية. نعم. ما بتمتصش كل هذه الطبقة، فلما بتوصل إلى سطح الأرض بتؤثر، تسبب سرطانات في الجلد وتسبب الكاتاركت بتاع العيون وبتسبب ضعف المناعة وقلة المحاصيل، وبتأثر على الكائنات الدقيقة اللي هي في البحار اللي بيتغذى عليها الأسماك، فبتكون النتيجة طبعا بتقل الثروة السمكية. هناك العديد من يعني التأثيرات لطبقة الأوزون، بالإضافة إلى أن هذه المواد اللي هي بتؤثر على طبقة الأوزون هي مواد شديدة التأثير على التغيرات المناخية. التغير المناخية إحنا بنحسبه بمكافئ ثاني أكسيد الكربون وقيمته واحد، أما المواد دي فهي إحنا بنحسبها مكافئ يعني آلاف المرات. فإذا التخلص من هذه المواد تحت بروتوكول مونتريال يؤدي نفع كبير جدا في يعني التخفيف من الانبعاثات اللي هي مؤثرة على التغيرات المناخية، ودي طبعا تهديد كبير، يعني بيتبعه آثار خطيرة زي ارتفاع مستوى سطح البحر، تذبذب أحزمة الأمطار مكانيا كميا، موجات جفاف، فيضانات، انتشار أمراض، بيأثر على الزراعة، على التنوع الحيوي، بيأثر على السياحة، لأن الكورال بيتش أو اللي هي
يعني الالوان الجميله دي اللي بنشوفها الناس بتختص عليها. صحيح طبعا يعني تاثيرات عديده، لكن دكتور عزت يعني اظني المقاطعه ولكن سريعا جدا، خلال فتره كورونا يعني البعض تحدث عن انه طبقه الاوزون كادت ان تلتئم بسبب انه المصانع توقفت، وسائل النقل طبعا توقفت وما الى ذلك، ما مدى صحه الكلام ده يا فندم؟ قد يكون جزء من هذا الكلام صحيح، لان هي لما اكتشفوا ثقب الاوزون ده مساحته كبيره بتبلغ ضعف مساحه الولايات المتحده الامريكيه، وهو موجود فوق القطب الجنوبي يسمى بثقب الاوزون الاعظم. ولكن هناك ثقب اخر موجوده فوق القطب الشمالي اقل مساحه، وده برضو اكثر اثاره للقلق، لان ده بسبب تجمعات سكانيه كثيفه في المناطق اللي هي بقاره اوروبا واسيا وامريكا الشماليه. وهذه الظاهرة بتحدث في فترات معينة من السنة، وبتساهم يعني بعض البرودة الشديدة في زيادة هذه الظاهرة. لكن هي اللي أنا عايز أقوله إن هي عملية يعني ذرات الأوزون في هذه الطبقة بيحصل لها بناء وهدم على فترات طويلة، وفعلا ممكن في فترة من الفترات بيكون ثقب الأوزون أقل اتساعا، وممكن برضو بيرجع يتسع نتيجة ظواهر وفي فترات معينة من السنة. وأكيد طبعا المواد الانبعاثات اللي هي بتسبب الضرر كلما تقل فبندي فرصة لطبقة الأوزون. وضحت الفكرة يا فندم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة ومنسق مشروعات بروتوكول مونتريال، بنشكر حضرتك يا فندم على كل هذه الإيضاحات. طيب لسه مكملين مع حضراتكم في فقرات صباح الخير يا مصر، ونروح لبانلاستيك. دي مبادرة شبابية اختار أصحابها أنهم يرفعوا الوعي بقضايا التغيرات المناخية والبيئية بأشكال مختلفة، منها على سبيل المثال تنفيذ أكبر حملة تنظيف لشواطئ الإسكندرية اللي هتتم بكرة، وكمان هيكون في عرض مسرحي اسمه سايب انهالكو مخدرة. ده عرض حكي بيئي بيستهدف عرض القضايا البيئية المختلفة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من أحمد ياسين مؤسس شريك مبادرة بانلاستيك. صباح الخير عليك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور وشكرا جدا على استضافتي في برنامج كنت يعني بصحى عليه كل يوم وانا صغير، فانا سعيد جدا جدا ان انا ابقى اول مره موجود فيه. يعني صباح الخير يا مصر. احنا اللي سعداء بوجودك. يعني خلينا بقى نعرف منك كده في البدايه اكتر عن حمله تنظيف جانس من سيدي بشر المنظره، ويمكن كلمنا اكتر بقى على بانلاستيك. مبدئيا طبعا شكرا جدا على انك يعني سلطت الضوء على فكره واحد من اهم الايفنتس او الحملات التنظيف اللي احنا بنعملها، وهو جانس، وسميناه جانس لان هو فعلا اكبر حمله تنظيف شاطئ في العالم ما حصلتش قبل كده. ان احنا بننظف 8 شواطئ جنب بعض، والثمان شواطئ دول من المنظره لسيدي بش عشان نوعي كل الناس في اخر الصيف اللي بيزوروا خلاص بينهوا المصيف في اسكندرية، هو بقى اختار البلاستيك او احد الاستخدام اللي هم بيستعملوه. طبعا كل معظم الحاجات البلاستيكية المخلفات البلاستيكية بتقعد من 400 ل 1000 سنة طبعا بجميع انواعها واشكالها، وبتترمي للاسف على الشاطئ وبعد كده بتروح للبحر او البحر المتوسط. وفكره كمان الحمله ان احنا عايزين بنضم شرايح كتير جدا من اسكندريه كمتطوعين يكونوا موجودين معانا، من نوادي، من مدارس، مدارس حكوميه، مدارس خاصه، بعض الوقت بيبقى في ناس من معاهد او اكاديميات او كليات في اسكندريه. فده اللي احنا بنحاول نعمله، بنخلق وعي وبنكبر دايره المعرفه الخاصه بالبلاستيك واحد الاستخدام واخطاره. بانلاستيك هي عبارة عن كلمتين، بان أو حجب أو حظر أو منع، البلاستيك أحادي الاستخدام أو كلمة بلاستيك، فخليناها كلمة واحدة بحيث أنها تكون كاتشي أو تخلي الناس تفكر من ناحية أن هو لا، هو البلاستيك ده كلمة مش كويسة يعني أو حاجة غلط أو حاجة نيجاتيف وبتأثر على البيئة، فإحنا قلنا نغير المايند سيت أو شكل
تفكير من ناحية البلاستيك. حتى ناس بتسألنا ممكن الاسم بيبقى صعب في الأول، وبعد كده بيفهموا إن في مشكلة أو في أزمة، فهو ده اللي إحنا كنا محتاجين نخلقه. وابتدينا في 2018 في اسكندرية، مش بس عشان إن إحنا من اسكندرية، بس إحنا كنا حابين أكتر إن إحنا نسلط الضوء إن في قضايا بيئية موجودة في تاني أكبر مدينة في مصر وسادس أكبر مدينة في أفريقيا وهي اسكندرية، وإن هي إن إحنا عايزين نخلي الموضوع مش مركزي أكتر، نخلي إن في، لا يا جماعة، في حاجات ممكن مبادرات صحيح تطلع في حاجات كتيرة جدا يعني. فبس صحيح استاذ احمد، فحولنا ل... آه اتفضل. نعم، يعني في البدايه بعد صباح الخير على حضرتك، وخليني ان انا صباح يعني النور. احييك على هذه الحمله التوعويه في المقام الاول، وفكره الماركتنج واستخدام الاسم يعني كان حاجه صائبه. بس عاوز اعرف مستهدفاتكم بقى بكره ان شاء الله، كم مشترك يكون موجود في هذه الحمله؟ ان شاء الله ان احنا المستهدف ان يكون في اكتر من 600 متطوع، نعم يعني يكونوا موجودين متقسمين على الثمان شواطئ. نفسنا اكتر نكسر كده الرقم الثمان شاطئ القياسي ويبقى بنغطوا اسكندريه كامله. يعني لا يعني بنقول شرق اسكندريه كله، بس هو نعم يعتبر هو ده الجزء اللي هو بيبقى الرملي اكتر، بقيه اسكندريه بيبقى فيها الصخور والحتت اللي فيها اللي هي تواجد الجميله للمواطنين ناحيه اكتر القلعه. يعني. فاحنا عايزين الناس اللي فيها متواجد، ناس بتقعد على الشاطئ اكتر، لان هو ده اللي بيبقى ملوث اكتر للاسف بالبلاستيك. والجزء ده كله يعتبر كبير جدا، تقريبا يوصل 5 كيلو، 5 كيلو نعم متر او اكتر، و5 كيلو متر الشاطئ ده ضخم جدا جدا يعني، حتى في سواحل كبيره في دول كبيره يعتبر ده رقم كبير. والمستهدف كان ان احنا نكسر اكتر من 2 طن بلاستيك يكون بيتلم من الشواطئ. والهدف الاساسي التوعيه، والهدف الثاني ان احنا بنمنع 2 طن بلاستيك ان هم يسحفوا للبحار، وطبعا بالاسباب كتيره، ممكن بيتشاطوا، وممكن ان ما بيبقاش في صحيح ساعات الناس ما وانعكاسه بتاخدش على بالها صحة طاقه المواطن بشكل عام من خلال تواجده طبعا، يعني في وده مياه اهم البحار. شيء. ده مش الناس فاكره ان الموضوع بعيد عنها، لكن هو فعلا بيأثر على الصحه بشكل مباشر، ومنها في قصه المايكروبلاستكس، واكيد في صحيح دكاتره عظام وناس اتكلمت على الازمه دي يعني. فهو الموضوع صحه وبيئه في المقام الاول. طيب يعني استاذ احمد، الحقيقه يمكن لو بصينا كده للاسماء اللي انتم مختارينها، هل هي فعلا مميزه من اول بان لاستيك زي ما اتكلمت، لمبادره جنس، كمان عرض بقى سايبينها لكم خضره، يعني قول لنا الفكره جات لك منين، جات لكم منين، ازاي كمان اتحولت لعرض حكي؟ ايوه، احنا ابتدينا مشروع خاص بان احنا نقدر ازاي نخلي الفنون جزء من عمليه التوعيه الخاصه بالبلاستيك، واكتشفنا الفنون مهمه جدا جدا بجميع انواعها واشكالها، عشان نقدر الناس توصل لها الرساله او المسج بشكل مختلف. يعني فكره التوعيه بالورش العمل او المحاضرات او الحاجات دي كلها ساعات بيبقى شكل تقليدي او كلاسيكي، لكن احنا فضلنا السنه دي ان احنا يكون عندنا اليات بس بشكل فني. وطبعا عروض الحكي وبالذات اسكندريه، يعني انا مش متحيز خالص اسكندريه، بس عروض الحكي في اسكندريه دايما مميزه عن قصص كتيره جدا، وناس بتحكي عن سواء قصص طفوله او قصص خاصه بذكريات خاصه باسكندريه او التراث السكندري بجميع انواعه. بس احنا اخترنا السنه دي ان احنا نتكلم عن البيئه والبلاستيك ومشاكله مع الناس، وازاي ان هو كان صديق زمان، صديق ودود، وكنا بنحبه وبنستعمله كل يوم وجنبنا، وفجأة اكتشفنا ان هو عدو شرس جدا العالم وبيلوث كله البيئة. بيتخلص منه دلوقتي، دايما مظبوط، بيستبدل وبيستبدل اي منتج بلاستيكي يعني بيحاول يجد بديل اخر ليه. مظبوط. فهو العروض خدت شكل، طبعا هي حصلت من 3 أيام تقريبا، وهتتكرر تاني في اكتوبر بمشتركين او ناس اشتغلت او اتدربت تحت رعايه دكتور احمد ابو النصر، عايز اشكره جدا على الهوا ان هو فعلا ساعد ناس، في منهم ناس كانت محترفه، في ناس كانت لسه بتتعلم يعني ايه حكي عشان يقدروا يعملوا سرد بيئي لقصص البلاستيك وازاي انها بتلوث البيئه. وبعد والاسم هم اللي اختاروه، اللي هم مجموعه السرد او مجموعه الحكائين، وكانت حاسين ان احنا بدل سايبينها لكم خضره كانت حاجه نيجاتيف شويه، لا خليناها بوزيتيف، ان احنا عايزين نسيبها لكم مخدره او نسيبها للاجيال القادمه، بان فعلا تكون مخدره وما يبقاش صحيح فيه تلوث بلاستيكي او موجود اي تغير مناخي بشكل من الاشكال.
طيب يعني خلينا في سايبين لكم مخدره تحديدا استاذ احمد، وعاوزين نعرف ايه الاسم اللي جاي او العرض اللي جاي. هو العرض اللي احنا لسه بنتفق على الاسم، بس اعتقد ممكن الاسم نجح جدا، هنكون تقريبا نفس الاسم. بس العرض المره دي ان احنا عايزين نغير شرايح شويه، الشرايح او الجمهور اللي يحضر، فممكن يكون ناس اصغر. المره اللي فاتت كان الجمهور يعني معظمهم الشباب، وكان في شويه ناس كبار. بس في تفاعل حقيقي يا استاذ احمد مع المواطنين، صح؟ يعني انتوا من خلال تواجدكم على الارض شايفين تفاعل، ده المهم جدا. يعني اعتقد المره اللي فاتت للاسف كان على اخره، يعني العدد كان كومبليت، وكنت سعيد بده جدا جدا، ان احنا كنا بنحاول نشوف فرص ان احنا نوسع المكان، فما كانش مستوعب العدد للاسف. ففي ناس زعلت انها ما حضرتش وكان نفسها تحضر. يعني ان شاء الله لما حضرش يكون معاكم في العروض القادمه، واحنا اللي سعداء بوجود حضرتك معانا، واللي احنا صحيناك بدري علشان تكون معانا في صباح الخير يا مصر. شكرا جدا، شكرا، انا سعيد جدا ان انا موجود في صباح الخير يا مصر. شكرا جدا. بنشكرك استاذ احمد ياسين، مؤسس شريك مبادره بان لاسك. شكرا جدا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، استنونا. بنرحب بحضراتكم من جديد، اسبوع رياضي كروي بامتياز. هنخلينا كده نشوف ايه اللي بيحصل في الكوره ان كان العالميه او المصريه مع عمرو عزت الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا عمرو، وانا صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانه، وصباح الخير يا احمد. صباح الخير، مبسوط اني معاكم. صباح الخير يا مصر. احنا مبسوطين اكتر، منورنا. بس خلينا نبدا معاك من دوري الابطال، عايزين نعرف منك شفت مباريات لحد دلوقتي، ايه المفاجئ فيها؟ ايه اللي كان متوقع؟ يعني شفت كده يعني قراءة عامة للمباريات اللي حصلت. والله هو أول جولتين اتلعبوا، يعني مش هنقول إن في مفاجآت كتير في الجولة التانية زي الأولى. يعني الجولة الأولى مثلا خسارة زي بتاعة ليفربول قدام نابولي 4-1، دي مفاجأة كبيرة جدا، ما كانش حد يتوقعها. لكن الجولة التانية تقريبا نتائج منطقية، يعني بايرن كسب برشلونة، الريال كسب لايبزيج، ما فيش اي حاجه مثلا غير بنفيكا ويوفنتوس، ان يوفنتوس يخسر على ارضه 2-1. بس لما نبص للماتش نفسه هتلاقي ان كان ممكن الماتش يخلص 4-5، يعني هو كان نتيجه في حد ذاتها ان يوفنتوس يخسر 2-1 على ارضه، دي حاجه مفاجاه اكيد. لكن صحيح. الماتش نفسه السيناريو بتاعه لا، كان ممكن بنفيكا يكسب 4-5. في تعادل زي تشيلسي على ارضه مع اول ماتش مع المدرب الجديد جيرهام بوتر، برده ده من المفاجات، يعني ما كانش حد يتوقع ان تشيلسي يتعادل مع سالزبورج. لكن غير كده بقيت النتائج تقريبا كلها منطقيه. طيب عاوز اعرف تحديدا مانشستر سيتي، شايف مانشستر سيتي ازاي واللي بيعمله هالاند؟ يعني اعتقد برضو مفاجاه لمانشستر في الموسم ده تحديدا، شايفه هيوصل لحد فين؟ والله هو هالاند يعني تقريبا حتى الان مش مقتنع ان هي لعبه، يعني هو المفروض يعني ياخد باله ان هو كل الماتشات واخدها بجد. يعني الجون اللي هو جايبه ده يعني هو بيطيق الكره عاليه مثلا في فوق مستوى رؤوس اللاعبين، وهو بيطير يحطها برجله، يعني طاير في الهواء يحطها برجله. الجون يعني خرافي بصراحه، ومثلا مش اول مره في البلاي ستيشن. ما تقولش ان هي صدفه مثلا عشان مره، لا ده بيعملها على طول من ايام دورتموند. يعني هالاند بصراحه الصوره يمكن قدامنا، مقدم موسم يعني خيالي حتى الان مع مانشستر سيتي، خصوصا كمان انه بيلعب وراه يعني كتيبه من النجوم، يعني كل الناس دي بتخدم عليه، دي بروين، محرز، فودن، يعني اي حد من الناس دي مثلا بيدي له الكوره وهو خلاص دلوقتي يعني اتاقلم بسرعه جدا مع جوارديولا. عاده جوارديولا حتى ما بيلعبش براس حربه صريح، بس هو قادر يفرض نفسه على جوارديولا. جوارديولا من ايام برشلونه ما بيحبش يلعب راس حربه صريح، دايما عنده تدوير في اللعيبه. لا هالاند فارض نفسه اساسي على كل في كل الماتشات يعني، ومؤدي موسم هايل بصراحه. طيب خلينا بقى يعني نروح للحقيقة، كان ماتش مهم جدا، يمكن هو قمة الجولة الثانية، الماتش ما بين بايرن وبرشلونة. عايز اسألك عن الماتش ده، وكمان انت شايف النتيجة ازاي؟ هل النتيجة دي بتعبر فعلا عن سير المباراة؟ والله هو سيناريو الماتش يعني يتقسم اتنين، الشوط الأول والشوط الثاني. الشوط الأول كان كله لصالح برشلونة، يعني برشلونة لو كان سجل أي فرصة من الفرص اللي جات له كان ممكن النتيجة تختلف. برشلونة كان ماسك الماتش على بايرن ميونخ في الشوط الأول
حلو جدا يعني بصوره غير متوقعه، حتى ان انت مثلا يعني تاريخيا بايرن في دوري الابطال اعلى من برشلونه في النتائج المباشره بينهم، خصوصا بعد كمان ماتش الثمانيه عمل شرخ كبير بين الفريقين يعني. فالماتش ده كان كمان جه بعده ماتشين 3-0 و3-0، فالماتش ده كان برشلونه داخل بشكل جديد كان عايز يعمل حاجه. الشوط الاول جات له اكتر من فرصه، لو كان ليفاندوفسكي سجل اي واحده فيهم كان النتيجه هتفرق، بس خلاص طالما ما سجلتش في البايرن الشوط الاول والشوط الثاني دخلت خلاص، الخبره اعلى بتاعت بايرن ميونخ من فرصتين قدروا يخلصوا الماتش كله خلاص. صحيح. وبعد 2-0 الماتش هدي تقريبا، ما بقاش فيه هجمات يعني. طب تعالى نروح بقى للريال، احنا شايفين يعني فوزين ورا بعض وشباك نظيفه، شايف لو هيكمل بنفس الاداء ده وممكن يحسم اللقب؟ والله هو الريال طول ما هو في البطوله ممكن يحسم يعني، طول ما هو ما خرجش هو بيفضل مرشح يعني، حتى لو مستواه ايه مثلا يعني. السنه اللي فاتت الريال تقريبا مطلع كل الكبار المرشحين يعني، مثلا تبقى النتيجه 90 والدقيقه 90 وتقول خلاص ان الريال مش صعب يسجل جونين، تلاقيه لا بيسجل جونين ممكن، وتلاقيه راح وقت اضافي فالريال لا يعني في دوري الابطال يعني حاجه مختلفه تماما يعني، لحد اخر دقيقه في اخر ماتش الريال طول ما هو في البطوله هو مرشح على طول يعني، من اول ثلاث مرشحين حتى مهما كان مستواه ايه، مهما كانت اللعيبه ايه الموجوده. بيفكرني مع الفارق، طب بيفكرني مع بالاهلي زمان بالظبط، هو يعني دقيقه 90 بالظبط يعني، طول ما الاهلي برده في نهائي في دوري ابطال افريقيا فهو مرشح ان هو ياخد البطوله. فالريال ماشي كويس جدا، كسبان اول ماتشين، الريال مش بيقدم الاداء اللي هو الخرافي بس بيعرف يكسب يعني، متواصل لحاله يعني جماهير الريال تبقى قاعده تتفرج اللي هو ايه يعني، هنسجل يعني كده كده هيجي جول يعني في الماتش ده مطمنين الدقيقه لحد 80 النتيجه 0-0 وفي اخر 10 دقائق سجلوا جونين، فانت بتبقى يعني قاعد يعني عارف ان الريال هيسجل يعني. وده في كل الماتشات تقريبا الشوط الثاني تحديدا بتاع الريال سواء في الليجا او في دوري الابطال يعني الاداء بيختلف، ممكن الشوط الاول تلاقي الريال مش موجود. شايف ده ايه؟ لعيبه ما بتيأس، اراده يعني، السبب فيه ايه برضه؟ حاجه غريبه يعني. خبره كبيره، التيشيرت نفسه في دوري الابطال لا ليه رهبه يعني اكيد يعني، مهما كان بيلعب فرق كانت اتقل منه كتير جدا السنه اللي فاتت يعني، شفنا باريس وتشيلسي والسيتي الثلاثه على الورق كانوا اتقل من، وليفربول في النهائي يعني الاربعه تقريبا على الورق اتقل من ريال مدريد كافراد او كخبره مثلا كلعيبه يعني. لكن الريال في دوري الابطال لا عنده يعني حاجه مختلفه يعني، قدر يخلص الاربع ماتشات اربع فرق كبيره كانت مرشحه، لكن الريال طبعا هيفضل هو رقم واحد يعني. صحيح. طيب هروح معاك بقى ليوفنتوس. يوفنتوس من الانديه اللي ليه برضو قاعده جماهيريه مش بسيطه، لكن للاسف هو يعني دلوقتي هو بيعاني خاصه بعد خسارته الاول ماتشين، وبقى في صعوبه طبعا هو يصعد دور 16. والله يوفنتوس يعني مقدم موسم مش كويس ابدا يعني، على رغم ان هو يعني عمل صفقات كتير في بدايه الموسم بس كنتائج مش الدنيا مش افضل شيء يعني، المجموعه كمان دلوقتي باريس 6 نقط وبنفيكا 6 نقط ويوفنتوس ولا نقطه يعني، اول مره في تاريخه يخسر اول ماتشين في دوري الابطال ما يجيبش ولا نقطه، ففرصه اعتقد هتبقى صعبه، خصوصا ان بنفيكا كمان يعني بالماتش بتاع يوفنتوس لا بنفيكا كان زي ما قلت ان هو ممكن يخلص الماتش 4-5 في ارض يوفنتوس يعني. فيوفنتوس الصراع يعني شايف السبب الرئيسي هو أليجري المدرب يعني، تحس ان في جمود يعني فكري اللي هو خلاص مثلا لسه نفس الخطط اللي مثلا من حوالي 6-7 سنين لسه احنا واقفين عند نفس الحته، مش بيطور اللعيبه يعني، مش انه زي ما البعض تحدث انه الصفقات ما كانتش يعني مجدية بالشكل الكبير أو لا، هو يوفنتوس جايب صفقات كويسة جدا بس زي ما قالوا في جمود فكري يعني، يوفنتوس جايب دي ماريا، جايب بوجبا، جايب كوستيتش، وفي ميليك غير فلاوفيتش السنة اللي فاتت لا، ففي لعيبة كتير حلوة يعني في يوفنتوس، لكن ما فيش تطوير فني، ما فيش يعني، هي في خطة واحدة محطوطة ما فيش يعني، ما فيش زي ما بقول يعني في جمود، حالة جمود مع أليجريا بس يعني، متوقع ان هم المفروض يفوق يعني، يوفنتوس مهما كان اللعيبة ايه بس ده اسمه يوفنتوس، هو مثلا واحد من اكبر الفرق في ايطاليا، فالمتوقع ان هم يفوقوا الفترة الجاية، وإلا هنشوف ممكن أليجري يمشي، في مدربين
قاعدين بره على الخط مثلا مستنيين واحد زي توخيل لسه ماشي من تشيلسي ممكن يبقى مرشح، زيدان اذا طبعا زيدان يعني حلمه ان هو يروح فرنسا او كده، بس ممكن لو اقنعوه انه خصوصا انه لعب في اليوفنتوس قبل كده ان هو يجي ينقذ اليوفنتوس، لكن بالمنظر ده ما اعتقدش أليجري هيكمل الموسم. طب عمرو تعالى نسيب ايطاليا ونيجي القاهره والصفقات وصراع الصفقات ما بين الاهلي والزمالك، شايف مين تحديدا اللي استفاد في الصفقات الموسم ده؟ بص هو انا ما يعني انا ما بحكمش على الصفقات غير ما بنشوفها في فعليه. يعني مثلا لغه الارقام كويسه وكل حاجه بس بتدي مؤشر، يعني مثلا انا ما ابص على اللعيب مثلا ده ارقامه ايه قبل كده فهو مؤشر، لكن انك انت تحكم اللعيب ده صفقه ناجحه او صفقه فاشله لازم تتفرج عليه بعينك يعني اداء. ما تقوليش مثلا ان هو لعب 20 ماتش جاب 17 جون فده ماشي ده مؤشر ان هو هيبقى حاجه كويسه، بس يعني ياما لعيبه جت مصر وكانت بارقام عاليه بس ما قدروش ان هم يتاقلموا سواء مع الاهلي او الزمالك، وفي نفس الوقت برضو صفقات لو هنتكلم على الصفقات المحليه بيبقى في لعيبه يعني مكسره الدنيا في الانديه الثانيه، تيجي اهلي او زمالك لا اللعب مختلف. صحيح. لان الانديه بتلعب قدام الاهلي والزمالك دايما يعني دفاع شديد، مثلا ما بتلاقيش ان هو مثلا عنده ايه مساحات غير ان هو بيلعب ضد انديه ثانيه في الدوري فبيبقى عنده فرصه ان هو يروح ويسجل، لكن بعد كده الاهلي والزمالك بتبقى كل الفرق واقفه ورا، فان انت بتجي لك مثلا فرصه فرصتين في الماتش فالمهاجم الكبير هو اللي يعرف يخلصه، غير كده مثلا ما بتلاقيش لعيبه كتير جات وما نجحتش بسبب كده. طيب يعني استاذ عمرو انت لسه قايل دلوقتي انه عاده الدوري بيكون الاهلي والزمالك قدام والباقي واقف ورا، بس السنه دي دوري السنه دي كان مختلف، احنا شفنا يعني ما كانش اهلي وزمالك لا كان في منافسه ثلاثيه، شايف ان الدوري السنه الجايه هيكمل بنفس النمط ده ولا هنرجع تاني اهلي وزمالك؟ لا اعتقد بيراميدز برضو هينافس السنه دي، اللعيبه كويسه عامل صفقات كويسه يعني اخرها امبارح مصطفى فتحي يعني لعيب خبره يعني لعب في الزمالك كتير قدم حاجات كويسه، فاعتقد ان بيراميدز لا مكمل السنه دي برضو مع الاهلي والزمالك، يعني نتمنى ان هو يكمل لاخر الموسم ما يبقاش مثلا بدايه زي ما بيحصل، لا عايزين زي الموسم ده كده تفضل المنافسه ثلاثيه لحد اخر الموسم، اتوقع ده اللي هيحصل برضه. طيب استاذ عمرو خليني اسالك سؤال، شايف ان الزمالك يقدر الدوري الموسم الجديد ان هو يحسم البطوله لثالث مره في تاريخه ولا الاهلي هيستيقظ وهيبقى فيه اداء مختلف؟ والله هي تاريخيا ما حصلتش خالص، ما حصلتش ان الزمالك ياخد، بس كده بقول لك لاول مره في تاريخه ما حصلتش فعلا ان هو ياخد ثلاث دوريات ورا بعض، دي ما حصلتش، بس لما تيجي تتكلم يقدر يقدر، هو عنده المقومات في استقرار اداري في تركيز من جانب الاداره تماما، ويعني بعيدا تماما عن الجانب في الفني في دعم ليه من الإدارة وفي واهم حاجة كمان ان هو بعيد عن الجانب الفني مش زي ما كان بيحصل قبل كده، الجانب الفني من ناحية فيريرا لو مدرب يعني شفناه الموسم اللي فات راجل خبير راجل بيفهم كويس جدا، يعني قادر ان هو ياخد دوري يعني في ظروف صعبة جدا للزمالك، مفيش صفقات اللي كان قيد موقوف لعيبة مثلا ما هياش توب مش اعلى مستوى، ورغم ده انه قدر ياخد بيهم دوري، مع الصفقات الجديده اكيد هو مثلا مختارها اكيد هو عارف هو عايز ايه، فده هيديله افضليه تانية غير الموسم اللي فات على مستوى اللعيبه، لا في لعيبه دلوقتي كتير في الزمالك يعني خلاص اللي هو عندهم فكره البطولات، يعني ان هو مثلا ايه كان قبل كده مثلا ممكن الزمالك تاريخيا ممكن ياخد بطوله بطولتين وتحس ان هو ايه يعني شبع شويه مثلا، صحيح. لا الجيل ده لا هو الجيل ده بياخد ومش بيشبع، ده اللي احنا ملاحظينه يعني، ف ما دام اتهيأت الظروف يبقى لي لا، واحنا عارفين ان الكوره يعني غير متوقعه، طب عشان احنا وقتنا بيخلص انا عايز اسالك بقى سريعا كده رايك في المشاركه المصريه، طبعا اربع نوادي مصريه في المشاركه الافريقيه، عندنا اهلي زمالك بيراميدز فيوتشر. والله يعني هو الاهلي والزمالك يعني في خبره كبيره في دوري الابطال، بس الزمالك هيبتدي دور من دور ال 64 اعتقد هيعدي، هيبقى عنده ماتش صعب شويه في دور ال 32 مع الاتحاد الليبي غالبا اذا الاتحاد الليبي عدى، بس اعتقد يعني ان الزمالك هيبقى مرشح انه يوصل دور المجموعات، الاهلي طبعا برضو هيبقى مرشح دور المجموعات،
وبيراميدز نفس الكلام في الكونفدرالية. فيوتشر هو اتعادل أول ماتش 0-0، بس فرصه أكبر يعني. أتمنى نشوف الأربعة في دور المجموعات ويوصلوا الأربعة لأبعد نقطة يعني إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله طبعا. عمرو عزت الناقد الرياضي، نشكرك جزيل الشكر ونورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا عم. شكرا. مشاهدينا التاسعة صباحا، وده معادنا مع موجز الأخبار مع لميا. اتفضلي يا لميا. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز والأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر، وذلك بعد زيادة 1,000,000 أسرة إضافية إلى عدد المستفيدين. يأتي ذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5,1,000,000 أسرة. وبدأ أمس مستفيد برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد. أعلن البيت الأبيض الموافقة على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها إن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري من دون إعلان أي تفاصيل إضافية. دعا المستشار الألماني أولاف شولتز إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، واعدا بدعم سلطات كييف بقدر ما تحتاج. وقال شولتز إنه لا ينبغي أن تحقق روسيا أهدافها من العملية العسكرية، مشددا على ضرورة دعم الغرب لكييف. وأشار إلى أنه يتم مساعدة أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والذخيرة، ويتم أيضا تدريب الجنود الأوكرانيين. أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشيت أن بلادها ستمد أوكرانيا قريبا بآليات مدرعة، لافتة إلى أنها لن تزودها في المرحلة الراهنة بدبابات كانت تطالب بها. وقالت لامبرشيت في مؤتمر صحفي إن النجاحات التي حققتها أوكرانيا في الأيام الأخيرة وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية مشجعة، مشيرة إلى أن الهجوم المضاد الذي تشنه كييف يظهر مدى أهمية وضع تجهيزات عسكرية أخرى في متناول أوكرانيا. أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب روسيا بمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهذا القرار هو الثاني الذي يصدره المجلس فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتشابه في مضمونه مع القرار السابق. قال البنك الدولي إن العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي في 2023 مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في وقت واحد لمكافحة التضخم المستمر. وذكر البنك في دراسة جديدة أن أكبر 3 اقتصادات في العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومنطقة اليورو، وتتباطأ بشكل حاد، لافتا إلى أن أي ضربة إلى الاقتصاد ولو متوسطة خلال هذا العام أو العام المقبل قد تدفعه إلى الركود. قال الرئيس البرازيلي جايريل بولسوناو أنه بلاده تجري مفاوضات مع روسيا ودول عربية لتعزيز وارداتها من الديزل. وكانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت في يوليو الماضي أنها تحاول شراء أكبر قدر ممكن من الديزل من روسيا في محاولة لخفض أسعار الوقود والسيطرة على التضخم. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة يعني في اهتمام كبير جدا من الدولة بدمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أو توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اللي بتمارس في حقيقة الأمر نشاطها من غير ما تحصل على تراخيص، علشان كده هيكون في حوافز لأصحاب هذه المشروعات علشان يكونوا داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.
خلونا نعرف ايه هو الكلام ده بالتفصيل من الحوافز ويعني ما خلافه من الحزم التي يتم تقديمها للاقتصاد او اصحاب الاقتصاد غير الرسمي علشان يقدروا اللي هم يدخلوا في هذه المنظومه، من خلال الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي اللي مشرفنا في الاستوديو في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور. خلينا نبسط الاول للمشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي ونقول له ايه هو الاقتصاد غير الرسمي. هو الاقتصاد غير الرسمي باختصار زي ما سيادتك قلت كده، هو ان يقوم شخص بممارسه نشاط اقتصادي مدر للربح بدون الحصول على اي تراخيص رسميه وبدون تسجيل المنشأة أو تسجيل النشاط في أي قطاع في الدولة، سواء في تسجيل الشركات أو في الضرائب أو في الجمارك أو في كل هذه الأمور اللي هي بتقتضي الهدف منها هو تيسير عمل صاحب المشروع. نعم. وبالتالي هو بيستسهل، لكن بعد كده بتواجهه مشكلات كبيرة جدا، خاصة إذا ابتدى حجم العمل يكبر أو ابتدى يتجه للتعامل مع شركات حكومية بتشترط أن يكون فيه هذه الأوراق القانونية الهامة، أو إذا هو يعني حقوقه عند الآخرين كمان، يعني أغلب المشروعات والشركات بتعمل من خلال أن يكون هناك جزء من قيمة الصفقة أو قيمة العملية بيتم تحصيله بعد توريد مثلا المنتج إلى المشتري، وبالتالي هو بيضع نفسه في خطورة كبيرة أنه إذا حدث أن حد من المتعاملين معاه نصب عليه لن يستطيع الحصول على حقوقه. طيب خلينا برضو عشان نعرف السادة المشاهدين كده، واحنا بنتكلم عن الاقتصاد غير الرسمي برضو بشكل مبسط بيكون غالبا هي الاس ام ايز او المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد كده زي ما حضرتك تحدثت بتكبر. خلينا نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين حجم هذا الاقتصاد تقريبا قد ايه. هو الحجم لا يقل، يعني لو احنا قلنا ان حجم الاقتصاد في مصر 100، حجم الاقتصاد غير الرسمي لوحده في حدود من 35 إلى 40. وطبعا ده رقم كبير جدا طبعا، لأنه بيؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى الضغط على النشاط الاقتصادي بشكل عام. نعم. وأيضا بيبقى فيه منافسة غير، لازم أقولها غير شريفة، لأن الاقتصاد غير الرسمي عندما ينتج لا يراعي الأسس السليمة في منتجاته، عكس الاقتصاد الرسمي. يعني النهاردة لو بنتكلم عن مصنع مثلا بينتج أحذية، المصنع الرسمي اللي عنده سجلاته وعنده كل الكيان الخاص بيه مسجل قانونا، أيضا بيكون هناك رقابة على مواصفات المنتج. صحيح. وبالتالي هناك ضمان للمستهلك الذي يشتري من هذا الكيان أن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية. نعم. غير الرسمي ما عندوش الاشتراط ده. غير الرسمي لا يدفع ضرائب. غير الرسمي قد يحصل حتى على مصادر الطاقة بشكل ان هي ليست منشأة تجارية ولكنها كأنه استهلاك منزلي، وطبعا هناك فرق طبعًا في تكلفة الطاقة. وبالتالي بتكون تكلفة المنتج من خلال شركات الاقتصاد غير الرسمي أقل، جودتها أقل بكثير جدا جدا، وبالتالي بتكون منافسة غير عادلة مع الشركات المسجلة بشكل رسمي. أيضا يكون هناك مخاطرة كبيرة جدا بالنسبة للمستهلك في الحصول على هذه السلع، لأن أي إنسان لما بيجي يشتري بيدور على الأرخص، لكن بعد فترة بسيطة جدا بيجد أن ما اشتراه ما هو السلعة غير جيدة. صحيح. وبتنتهي أو بتبوظ يعني في وقت بسيط جدا، وبيعاني هو بعد كده. طيب هسأل حضرتك سؤال، وده يمكن لسان حال الغالبية العظمى من أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، إيه اللي هيعود عليه من نفع من خلال دمجه في الاقتصاد الرسمي، تقنين أوضاعه؟ وأيضا يعني ربما هيقولك الدولة عاوزة تخليني اللي أنا أدخل في الاقتصاد الرسمي وتقنن لي أوضاعي علشان فقط تاخد مني ضرائب وتاخد يعني التزامات تفرض عليا ولا أخذ مقابل لده.
طيب، بداية الدولة لا تحصل الضرائب إلا من المشروعات التي تصل بحجم إنتاجها إلى قيمة معينة، وأغلب مشروعات الصغيرة والمتوسطة الضرائب التي بتتحملها هي ضريبة القيمة المضافة، ونحن نعلم أن ضريبة القيمة المضافة بتحمل في الآخر مستهلك. على المستهلك النهائي، وبالتالي المنشأة نفسها لن تتضرر منها. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طول ما حجم الإنتاج لا يتخطى رقم معين، ده حتى احنا بنتكلم في حدود النص مليون جنيه، احنا بنتكلم ان حتى تقديم الإقرارات الضريبية النهاردة بالنسبة لهذا الرقم بيقدموا عن طريق الشبكة. الحقيقة الضرائب الآن بتتميز بأنها أصبحت مؤتمتة وميكنة بشكل كامل، وهناك إنجاز كبير في هذا المجال بالنسبة للدولة المصرية، وبالتالي هو مجرد ما بيسجل حجم أعماله الدولة لا تطالبه بشيء، الضرائب لا تطالبه بشيء، فدي النقطة اللي لازم يفهموها. لكن في المقابل أي إنسان عندما نريد أن نجذبه للقطاع الرسمي في الاقتصاد يجب أن تكون هناك حوافز. الحوافز التي تقدمها الدولة في هذا الشأن في هذه في هذا الوقت كثيرة جدا. أنت بتتكلم عن أن أنا أدربك كصاحب منشأة أو كالعمال في المنشأة بيتم تدريبهم مجانا. الدولة تدرب العاملين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على كل أنواع الأنشطة، على التسويق، على المحاسبة، على التمويل، على الإدارة، بيتم تدريبهم بشكل مجانا. حاجة تانية التمويل المتاح لهذه المنشآت اللي هي بصفة رسمية غير مسبوق. النهاردة احنا بنتكلم ان الفايدة على التمويلات الخاصة المشروعات دي 5%، وده لا يقارن، وبالتالي فأنت تستطيع أن تنمي مشروعك بشكل كبير من خلال الحزم التمويلية المتاحة. نمرة ثلاثة التسويق. الدولة الآن بتقوم بترويج المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج مصر بشكل منظم، بحيث أنها بتفتح للمنتج نافذة سواء لزيادة مبيعاته أو لتصديرها خارج مصر، وده بيعود عليه بدخل أكبر. هذه الحوافز يجب أن يتم الحقيقة، وأنا موجود في القناة الأولى لازم أشيد بمستوى القناة الأولى من خلال حملة إعلامية منظمة ممنهجة تخاطب هذه الفئة بشكل نقدر نقول إيه يفهموه. انت لما هتكبر هتدفع ضرائب، ما انت بس انت مش هتدفع ضرائب الا لما يصل حجم انتاجك بشكل كبير، لكن طول ما انت تحت السلم لن تستفيد باي من المميزات اللي انا قلتها اللي هي ستعود عليك بالخير وهتدي لك الفرصه ان انت تكبر. والحاجه الاهم المخاطره، لان النهارده اغلب المنشات الصناعيه بالذات في المشروعات الصغيره والمتوسطه لا تراعي معدلات الأمان، يعني تلاقي حتى المكن والآلات اللي هم بيستخدموها غير مطابقة للمواصفات، قد تتسبب في كارثة. التوصيلات الكهربائية، يعني كل المعايير التي يرتبط وينضبط بها المشروع الرسمي غير موجودة، وده تمثل خطورة كبيرة على حياة المستثمر الصغير. صحيح. أو صاحب مشروع. طيب دكتور شريف، خلينا نتفق انه مش كل المشروعات، لو هنتكلم تحديدا مثلا على المشروعات المتوسطه، مش كلها مشروعات تحت السلم. لو انا دلوقتي بيحضرنا واحد من صاحب هذه المشروعات وعايز يفهم اكتر، اولا عايز اعرف من حضرتك هل اي مشروع ممكن يقنن اوضاعه ولا في مشروعات لها اولويه؟ ده اولا. ثانيا، عشان يقنن اوضاعه بالفعل ايه اللي المفروض يعمله؟ وبرضو في حضرتك نقطة تانية عفوا ذكرتها مهمة جدا، وهو زي ما حضرتك قلت لازم يخاطبوا بطريقة يفهموها أو بلغة الاقتصاد win-win situation، إن هو يكون كسبان والدولة كمان تكون كسبانة. لو حضرتك كمان هتخاطبهم هتقول لهم إيه؟ تمام. نبتدي بالنقطة الأخيرة.
لان هي دي عامل الجذب. وزي ما انا ذكرت الطريقه، يعني انا اتذكر زمان قبل ما انتوا تتولدوا كان في وباء البلهارسيا في مصر، فاتعملت رساله اعلاميه طول ما بندي ظهرنا للترع عمر البلهارسيا في جتتنا ما بترع. بنفس الطريقه دي كان الله يرحمهم محمد رضا وعبد السلام، فاكروا انا الاعلان ده. وتتخيلي ان هذه الرساله الاعلاميه كان لها دور هام جدا في القضاء على البلهارسيا اللي كانت بتقتل الفلاح المصري. نفس الشيء احنا عايزين رساله بسيطه. طبعا انا مش تخصصي في الرساله الاعلاميه، لكن لازم ان تكون فيها نقطه جذب، لازم ان تخاطبهم باسلوبهم بلهجتهم بعقولهم بالطريقه اللي يفهموها، بحيث ان هو يفكر فيها. هو البدايه لما يسمع الرساله ممكن ما يفكرش ولا كانه سمعها، قد دخلت من هنا وخرجت من هنا زي ما بنقول، لكن علشان يفكر فيها لازم يكون هناك عنصر جذب في هذه الرساله الاعلاميه. النقطه الثانيه زي ما حضرتك سالتي، ان هل كل النوعيات المشروعات ممكن دمجها في الاقتصاد الرسمي؟ نعم كلها، ولكن في بعض المشروعات بتحتاج اماكن زي الورش. يعني النهارده الورش اللي موجوده في صناعات كثيره سواء نجاره او جلود او خلافه، هذه الورش بتحتاج مساحات في حدود 50-60 متر، وهي مستكفيه بشقه قديمه مأجراها او مأجرينها من 40-50 سنة، لان النهارده احنا بنتكلم على الجيل الثالث في الاقتصاد غير الرسمي، ومستكفيين وبينتجوا زي الفل. طيب انا عشان اطلعه من هذا المكان اللي هو تقريبا لا يكلفه شيء، يعني هو في الغالب بتبقى ايجار قديم بيدفع فيها مبلغ بسيط جدا، اخرجه ازاي؟ يبقى لازم اتيح له مكان قريب من التجمعات السكنيه، او على الاقل ان انا اوجد جنب الاماكن. يعني لازم، احنا مصر كان ليها تجربه قبل كده اللي هي حضانات المشروعات الصغيره والمتوسطه، فاحنا نفس الحكايه، احنا بنعمل مشروع متكامل. هذا المشروع بيراعى فيه وفي تخطيطه احتياجات السلع او احتياجات الانشطه اللي انا عايز انقلها، وايضا يجب ان يكون هناك اسكان، لان قد يكون ان هيبقى بعيد عليه، يبقى اللي هيوفره في الانتاج هيضيعه في الانتقالات. يبقى احنا بنعمل زي ما بنعمل مدن صناعيه كبيره متكمل. ومناطق اقتصاديه كبيره، يجب ان يتم التركيز ايضا على الصناعات الصغيره والمتوسطه وتكون قطاعيه. يعني احنا في الروبيكي اللي هي المنطقه الصناعيه للجلود اللي في العاشر من رمضان دي، لازم يتعمل فيها كيان لهذه الورش، وايضا يتم بناء مشروعات يعني بحيث لا تزيد عن 50 متر، ولا وان يكون هناك اسكان اللي هو الكيان اللي هيتعمل ده. دكتور الهدف منه ايه؟ يعني الكيان اللي هيتعمل ده الهدف منه ايه؟ يمكن احنا عارفين ان الروبيكي دي تحديدا هي منطقه متكامله صناعيه متكامله لاصحاب المدابغ تحديدا، بعد ما تم نقلهم من سور مجرى العيون لتوفير ليهم ورش مقننه، ورش فيها كل مستلزمات الانتاج. فالهدف من وجود هذا الكيان ايه؟ هو مش على قد المدابغ بس، الان الصناعات الجلديه كمان. صحيح. يعني مصانع الاحذيه، مصانع كل المنتجات صحيح. الجلديه. الهدف ان انا بجيبهم جنب نفس الكيان، انا بتكلم على الصناعات الصغيره غير الرسميه في مجال الصناعات الجلديه، ودي منتشره بشكل كبير جدا، بحيث يخدموا على بعض من نفس الدايره، بحيث الاثنين يكونوا موجودين مع بعض في نفس المكان. هيبقى فيه، لان امتداد هذه المناطق ان كل مستلزمات الانتاج بتكون متاحه للجميع. لكن المشكله ان صاحب المصنع الكبير اللي هو اصلا كان عنده ورشه كبيره ما عندوش مشكله وبيقدر ينتقل للمكان وبيقدر يشتري شقه وكده، لكن صاحب الورشه الصغيره ما عندوش هذه الامكانيات. يبقى احنا بنعمل ايضا نموذج، وطبعا لازم نشيد هنا يعني طالما ذكر موضوع الاسكان، ان مشكله الاسكان في مصر تقريبا تم حلها بشكل كبير جدا يعني، ولازم نشيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو الحقيقه
ما قالش حاجة ما نفذهاش في هذا المجال. فبرضو نفس الحكاية، الصناعات الصغيرة والمتوسطة أنا عندي نموذج لازم أقوله لكم، وكويس إن احنا ذكر هذا الموضوع. في دمياط مدينة الأثاث اللي هي المدينة الجديدة اللي اتعملت، أنا أرجو إن انكم تروحوا تزوروها، لأن هذه المدينة اتعملت الحقيقة خلينا نقول لم تدرس الدراسة الكافية. يعني في أكثر من 500 مكان بمساحات 150 متر اللي بيشتغل فيه ما بيزيدش عن 5، والباقي محدش راح أصلا. ليه؟ لأن اللي بيصنعوا صناعات صغيرة ومتوسطة في دمياط ده بيكتفي بمكان صغير قريب من بيته قريب. فانا عشان احفز الناس دي لازم الاول يعاد تخطيط هذه المباني، بحيث ان المكان الكبير يقسم الى 3 كيانات صغيره. نمره 2 يتم انشاء مشروع سكني جنبي بوحدات صغيره اللي ما تزيدش. خليني اقول لحضرتك هنا يا دكتور تحديدا في هذا او هذه النقطه، إن يمكن هي دي الفلسفة اللي قايمة عليها الدولة تحديدا في تخطيطها لأي مدينة سكنية بتحصل في المستقبل أو أي مشروع. يمكن أنا شفت في توشكا، مش هنقول بقى كمان يعني دمياط، توشكا تحديدا وما تم عمله في توشكا، كان في منطقة سكنية علشان المزارعين اللي هيستثمروا في الأراضي الزراعية، فده موجود بالفعل. لكن هي فكرة ممكن ربما نقص وعي لدى المواطن إن ما فيش ارتباط ما بين دولة. أنا هقول لحضرتك الدمياطي معروف إن هو أشطر واحد في مصر، يعني الدميطة كبزنس ما شاء الله عليه. طيب يسيب مكان أولا مجهز تجهيز هايل، المباني رائعة، التسهيلات ممتازة، على الطريق الدولي مباشرة، يعني تقدر تستغله فورا. ليه لم يستغل لغاية النهار؟ نعمل دراسة نشوف القصور فيه، نعمل دراسة نروح للناس دي. ما رحت ما نقلتوش ليه؟ المكان بقاله سنتين وشوية دلوقتي، ليه ما نقلتوش لغاية النهاردة؟ يبقى فيه مشكلة. أنا بتخيل إن لو اتعمل التجمع المتكامل الصناعي بالسكني بتوفير مستلزمات الإنتاج بالربط بالشبكات بإعطاء إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لا يتم دفع أي نوع من الضرائب للمن ينتقل، ده جانب. الجانب الثاني بقى تغليظ العقوبات، لأن الاقتصاد غير الرسمي هو اقتصاد زي ما انا ذكرت في البداية بشكله كبيرة جدا جدا، أضراره الاقتصادية كبيرة جدا، أضراره الاجتماعية كبيرة جدا، أضراره البيئية كبيرة جدا، وبالتالي يجب أن يكون هناك زي ما بنقول أدي الحوافز اتفضلوا، يجب أن يكون هناك عقاب شديد ليه. هو من حقه ان يقول انا عايز، اذا لم يوفر له او لم تلبى له احتياجاته المكانيه المجهزه اللي قريبه من سكن جديد ياخده، كل المدارس لازم في مدارس لاولاده. يعني انا بتوقع ان اذا كانت هناك الحوافز وكانت هناك العقوبات ويتم التطبيق بشكل صارم بعد عمل دراسات بحوث ميدانيه لأصحاب الشأن وعمل حملة إعلامية كاملة اللي هي بتنقل الرسالة إن هذا النقل لمصلحته ومصلحة بلده ومصلحة مستقبل أولاده ومصلحة دينه، لأن النهاردة أي شيء منظم بيصب مباشرة في إنه يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة يجب أن توجه بشكل مباشر مع إظهار الحوافز، مع إظهار العواقب اللي ممكن يتحملها لو ما تنفذش، مع توجيه أيضا حاجة تانية ودي مهمة جدا زي البحوث الميدانية. يعني يتعمل بحث ميداني، عندنا الجهاز المركزي للتابع والإحصاء، عندنا أي كيان تاني، المحافظة نفسها، يعني أنا محافظة دمياط يجب أن تقوم ببحث ميداني على أصحاب الورش في دمياط القديمة وتسألهم انتوا ما قلتوش ليه، ونشوف النتيجة ايه ونطبقها ونستفيد من هذه التجربة، لان دي الاسرع في التنفيذ. نستفيد من هذه التجربة في بقية الانشطة. خلينا نتكلم هنا
اتفضلي. يعني الحقيقه طب دكتور سليم، عايز اعرف برضو من حضرتك تاني، لو حد من اصحاب هذه المشروعات دلوقتي بيشاهدنا وعايز يتقدم لتقنين اوضاعه، ممكن يقول دلوقتي انا لسه هقدم والتراخيص هتاخد وقت قد ايه؟ فعايز اعرف من حضرتك ونعرف برضو الساده المشاهدين وطبعا كل من يهمه الامر، هل بيتم مثلا استصدار تراخيص مؤقته مثلا عشان يقدر يشتغل بيها؟ ايه اللي بيحصل؟ انت حضرتك اديت الحل. هو طبعا احنا على مجال الاستثمار على الحجم الكبير في حاجه اسمها النافذه الواحده. لا انا النهارده هعمل حاجه تانية اسهل من الكلام ده كله، لان احنا في طريقنا الى عمليه الميكنه الكامله حتى بالنسبه للتراخيص، بحيث ان انا لو خارج مصر وعايز استثمر في مشروع معين في مصر استطيع ان انا عن طريق شبكه الانترنت وباخد الرخصه بتاعتي ثم اجي معايا رخصتي لاستكمال اجراءاتي. احنا هنعمل مكاتب متخصصه تبع الجهات الاستثمار المختلفه تبع الدوله، اللي عايز يستثمر بيتواصل معاها يا اما بشكل مباشر يروح بنشوف المشروع بتاعه ايه، بيكون هناك انا دايما بنادي بالخريطه الاستثماريه للصناعات الصغيره والمتوسطه. طبعا احنا عندنا خريطه استثماريه للانشطه او الصناعات الكبيره، الصناعات الصغيره المتوسطه، لان ما ينفع في دمياط ما ينفعش في بورسعيد ولا في مدن، ما ينفعش في مدن الصعيد، ما ينفعش في توشكا زي ما حضرتك ذكرت. وبالتالي يبقى ما يشيلش هم دي، هو كل المطلوب منه، وده من ضمن الرساله الاعلاميه، هذا الرقم مجاني، ولما يتصل يلاقي حد بيرد عليه هذا الرقم مجاني اتصل، ومش هيكلفك حاجة الاتصال. إذا أردت أن تستفيد، مش بأنك توفق أعضائك، إذا أردت أن تستفيد من هذه الفرصة الكبيرة في الوقت الحالي اللي بتضرب بيها مش عصفور بحجر، 10 عصافير بحجر. صحيح. أنت بتكبر مشروعك، بتوفق أوضاعك، بتزود دخلك، بتقلل تكاليفك، بتنمي مستوى معيشتك وحياتك. نعم. كل ده في خطوة واحدة، يعني اتصل بالرقم ده وده هيساعدك. يعني إذا نستطيع أن نقول في النهاية يا دكتور أن فكرة حزم الحوافز التحفيزية تحديدا هي كلمة السر لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، أيضا الإعفاءات الضريبية المؤقتة، لأن هنا زي ما حضرتك ذكرت بنتحدث عن 5 سنوات زي ما موجودة بالمناسبة في عدد من المشروعات في قطاعات بعينها، لو أنت هتدخل القطاع ده بتاخد إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، يكون الأمر بالمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة للحل اللي حضرتك قلته فكرة التراخيص المؤقتة اللي تكون موجودة في زمام المنطقة اللي هيتم فيها المشروع مفورة. للتسهيل. وقبل كل ده الرسالة الإعلامية، والرسالة الإعلامية بس خلينا نقول إن الرسالة الإعلامية بتمهدهم، ويا ريت يعني أنا شايف الأجيال الجديدة ما شاء الله، أنا قلت لك قبل الهوا وبعدها تاني، أنتوا بتمثلوا نقلة نوعية في مذيعين التلفزيون المصري، ده يعني شهادة وشرف بنعتز بيها يا دكتور في حياتي. ودايما لما أنت أنا لما بص بتفرج عليك بحس إنك ابني بجد، نفس الشيء منك. وبالتالي نفس الحكايه هتلاقي الاصغر منك يحس ان انت اخوهم الكبير وهكذا. هذه الرساله مهمه جدا لتوجيههم، وهم حابين كده. احنا مش عايزين نعمل لهم شيء كانهم بيجبروا على شيء. صح. لا ده انتوا بتروحوا والناس كلها هتساعدكم وهتقف معاكم، وبعد كده يتم تسليط الضوء على اول 100 تجربه ناجحه في هذا المجال. صحيح. وتغطيتها اعلاميا ونقول لهم ادي الفرق، ومصر بتمتلك قدرات وتمتلك قامات اعلاميه كبيره جدا قادره على عمل رساله اعلاميه اعلانيه للمشروعات الصغيره او جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه لجذب مستثمرين اكثر في هذا القطاع. بشكر حضرتك دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك. طيب مشاهدينا خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، وامبارح كان اخر يوم في فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش اللي شارك فيه العديد من القبائل العربيه من شمال وجنوب سيناء كمان من باقي المحافظات، وكان في الحقيقه حاله من السعاده عند اهالي سيناء بعوده سباقات الهجن اللي كانت توقفت من فتره كبيره. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. انتهت فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سباق الهجن بالعريش، وشهد المضمار في اليوم الثاني انطلاق 26 شوط
حيث اختتمت فعاليات المهرجان بمدينة العريش بعد انطلاقها على مدار يومين بمشاركة العديد من القبائل العربية من شمال وجنوب سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، وسط سعادة بالغة من أهالي سيناء بعودة سباقات الهجن بعد توقف دام 14 سنة. المسابقة دي آخر مرة تمت فيها كانت سنة 2008، النهاردة في سنة 22 بتتم المسابقة لأول مرة. عدد الجمال المشتركين فيه 360 جمل من جميع القبائل العربية، واحنا بنشكرهم على مجهودهم واشتراكهم. والحمد لله رب العالمين، عاد بكل قوة الهجن طبعا بالنسبة للسباق بتاعها، ويرتبط المسافة اللي بيجري بيها زي ما سيادتك شايف قدامك حسب العمر بتاعها من سن سنة لغاية 5 سنوات. السباق بيجرى بمشاركة 360 جمل من مختلف الأعمار، ولأول مرة بعد توقف عدة سنوات بتقام بطولة لسباقات الهجن على مضمار نادي الهجن الرياضي بالعريش، وكان آخر بطولة أجريت في سنة 2008. ونادي الهجن الرياضي المصري هو أول نادي لسباقات الهجن في مصر، تم إشهاره في الأول من أغسطس سنة 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر. هذه الفعاليات لمهرجان الهجن في شمال سيناء هي بتتميز من ضمن محافظات مصر بهذا المهرجان من قبل 14 سنة، ولذلك احنا بنتمم هذا الاحتفال تباعا مع الظروف القائمة حاليا، وهي الظروف مهيئة تماما لهذا الاحتفال. مهرجان العريش طيب هارت، ومهرجان قديم ومهرجان له تاريخه من قدم الزمان. الجمال جبناهم وطلقناهم، والود كل شوي نقول اقرع الجمل وسوق الجمل لما ربنا كرمنا الحمد لله وجبنا الاول. احنا سعداء بعودة المهرجان وسعداء بكل حاجة في المهرجان يعني حاجات حلوة. العريش يعني رجعت احسن من الاول، امن وامان. مضمار السباق في هذا المكان مخصص بعرض 20 متر في طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات في مصر. وعودة نشاط سباقات الهجن لمدينة العريش بيضيف رواجاً اقتصادياً وسياحياً، وهو يعد عرصاً جديداً يضاف إلى قافلة التنمية والازدهار بشمال سيناء. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. مؤسسة Opportunity Hub النيجيرية المتواجدة في أكثر من 190 دولة حول العالم ما بين أوروبا، أسيا وأفريقيا وأيضا الشرق الأوسط، اختارت المهندس إبراهيم رمضان منسق عام منتدى السياسات العامة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب ضمن أفضل 100 شاب تأثيرا حول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدام ميكنة الخدمات. خلينا نعرف تفاصيل أكثر منه شخصيا عن هذا الإنجاز وهذا التقدير، نعرف كمان منه أكثر عن دور التكنولوجيا والرقمنة في الإدارة والقيادة. نرحب بالمهندس إبراهيم رمضان منسق عام منتدى السياسات العامة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر وألف مبروك. صباح الخير عليكم جميعا، ويعني بشكركم على الاستضافة دي. يمكن الجائزة دي الأول، المؤسسة هي مؤسسة غير هادفة للربح، مهتمية بالشباب وبدورهم، بتقوم بكذا دور، منها أن هي بتختار أكتر ناس مؤثرين في المجتمعات بتاعتهم من الممثلين بتاعتهم في الدول. فيعني جاءت الفرصة أن في مجال تكنولوجيا المعلومات يتم اختياري في الحتة. طيب بس ده يخليني برضو أسألك، وأكيد السادة المشاهدين عايزين يعرفوا النقطة دي، أنه مؤسسة بهذا الحجم زي Opportunity Hub أكيد في معايير محددة بتكون موجودة عشان اختيار الشباب، وإحنا بنتكلم على أفضل أو أكثر 100 شاب تأثيرا في العالم. تمام بالضبط. طبعا لازم يبقى في معايير، من ضمنها في كل مجال، يعني في مجال الميديا، في مجال التكنولوجيا، وزي ما قلت لحضرتك ان هو بيهتم بالشباب، فهو بيبص على كم المشروعات اللي الواحد أثر فيها في حتة تكنولوجيا المعلومات،
ويمكن انا بدوري ان انا في وزاره الماليه فانا كنت مسؤول عن مشروع الايصال الالكتروني والفاتوره الالكترونيه، وحتى في البرايفت سيكتور لما قبل ما التحق بالوزاره كنت في احد الشركات الكبرى برضو، فهو بيبص على البروفايل كل ما هو ليه علاقه بتكنولوجيا المعلومات، وده يمكن معيار مهم جدا لده بس، وبيبقى ما بيبقاش اختيار، ولا هو بيبقى ممثلينهم في الدول دي بيختاروا الناس اكثر تاثيرا من خلال بقى السوشيال ميديا وخلافه. يعني باشمهندس ابراهيم، اكيد في البدايه بنهنيك على حصولك على هذه الجائزه تحديدا، وفكره ان يكون عندنا مصري ممثل في مثل هذه المنظمه اللي موجوده في 190 دوله، دي حاجه تخلينا يعني بنشعر بالفخر. شكرا. اللي احنا قادرين على التغيير تحديدا في مجال التكنولوجيا، يعني احنا عارفين ان لغه العصر والعالم كله متجه للتكنولوجيا، بس خلينا اسالك مصر فين من التكنولوجيا؟ والله خلينا اقول لك يعني يمكن لو احنا بنبص على مصر من 7 سنين ومصر دلوقتي، يمكن الفخامه الرئيس مهتم بكذا قطاع منهم قطاع تكنولوجيا المعلومات ومديله اولويه قصوى في الحته دي. لو حضرتك بصيت اي تحول رقمي، يمكن هنيجي لموضوع التحول الرقمي ده شويه، اي تحول رقمه لازم يبقى فيه عدد من المحاور اللي تؤهلك ان انت تبقى دوله قويه في الحته دي. زي ما حضرتك شايف ان احنا عندنا بنيه تحتيه، سواء بنيه تحتيه طرق وكباري او بنيه تحتيه حتى انترنت، وبقى فيه تحسن في ده. ففي مجموعه من المحاور اللي تخليك تقول انت دوله عندك تكنولوجيا صالحه للاستخدام. ومش معنى ان انت عندك تكنولوجيا فانت كده قوي. كل ما كانت التكنولوجيا بسيطة وبتقدر توصل أو تستهدف عدد أكبر من المواطنين وتخدمهم هو ده المهم. فخلينا أقولها ببساطة جداً، أنت كنت بتعمل عملية، هو كل الفكرة وقت وتكلفة. لو أنت بتعمل عملية بستين جنيه بقيت تعملها بستة جنيه، دلوقتي بتعملها بستين قرش، أنت وفرت وقت ومجهود وسرعة وكل حاجة. ده بيدي إيه؟ بيدي رضا للمواطن. كمان ساعدنا في ده كمان كورونا وتأثيرها على العالم، الناس ما كانتش بتطلع، فالتكنولوجيا تطورت أكتر، بقى إن إحنا نروح للتكنولوجيا بقى موضوع حتمي، ما بقاش اختيار. فكل الناس دلوقتي بقى، يعني لو أنت بصيت على الترند مثلا بتاع التجارة الإلكترونية عالميا، لا هو لو أنا فاكر الأرقام صح كان 3.6 تريليون دولار في 2020، بقى 4.2 تريليون دولار. يمكن نصيب طفرة كبيرة جدا. ساعدنا في ده التحول الرقمي. فاللي بتقوم بيه الدولة المصرية في منهجية واستراتيجية على ان احنا نشجع تكنولوجيا المعلومات في مصر، ان انت توصل الخدمات ببساطة وسهولة وتكلفة قليلة. لو حضرتك بصيت مثلا على استراتيجية وزارة الاتصالات، في حاجة اسمها مصر الرقمية. مصر الرقمية دي فيها 130 خدمة حكومية تقدر حضرتك تعملها. هي دي البساطة في تقديم الخدمة. مش لازم حضرتك تروح تعمل شهاده الاحوال المدنيه، تطلع شهاده ميلاد او شهاده زواج او اي حاجه. انت حضرتك مجرد ان انت تدخل على ليك حساب على مصر الرقمي، مصر الرقميه، بتقدر تطلع الحاجه دي بسهوله. في الاخر انت خدمه متاحه ليك. طيب هو ده بس كده التحول الرقمي او التطور اللي بيحصل في مصر في تكنولوجيا المعلومات؟ لا، لسه كمان، وفي اكتر من خدمات هتضاف على ده. فكره الميكنه الشامله اللي بتحصل في الدوله كمان، ان انت كل المؤسسات الحكوميه بقت تشوف بعضها دلوقتي، قبل كده ما كانش فيه ده. التطور ده بيساعدنا ان نخلي نسهل ويحصل رضا للمواطن، مش رضا للمواطن في الخدمات اللي بياخدها. ده يكفي بس يا فندم وجود قاعده بيانات موحده، ده في حد ذاته انجاز كبير جدا. دي حقيقه فعلا. وده هياخدني لحاجه تانية بقى، في بعض المصطلحات اللي بيبقى فيها لغط شويه، دايما يقول احنا عندنا تحول رقمي. لا، التحول الرقمي ده ما اتبناش في يوم وليله زي ما بيقول. ده في حاجه اسمها رقمنه معلومات، بعد رقمنه المعلومات اسمها رقمنه العمليات، وبعد كده بيجي التحول الرقمي. ودي الجيرني، علشان كده احنا خدنا وقت كبير جدا في بناء التحول الرقمي، وان الخدمات تيجي بالطريقه دي. التحول الرقمي معتمد على بيانات، هي في الاخر التكنولوجي او التكنولوجيا قايمه على داتا او بيانات. صحيح. فاحنا فكره اللي حضرتك بتقولها ان احنا يبقى عندنا قواعد بيانات، طبعا احنا عندنا قواعد بيانات، بيتم العمل في كل مكان او جهه حكوميه على قاعده بيانات نوحدها، بعد كده يبدا بقى تشتغلي على البروسيس. وفكره البروسيس هنا او العمليات هنا، مش بس انا عندي بعمل 1 2 3 هروح مميكنه وعامل 1 2 3،
لا فكره بقى ان انت اوتوميت البروسيس دي او تعملي ميكانه ليها بطريقه مختلفه تسهل وقت وتسهل فلوس. طيب بعد ما عملنا البروسيس دي بتبداي بقى تاخدي الديتا دي. لو حضرتك مثلا بسيطه لو ادينا مثال على جريده من الجرايد ان هي كانت ورقيه، تكلفه ان هي تعملها ورقيه كانت مثلا لو هنقول رقم 60 جنيه. طيب عملنا لها ويب سايت كلفته بقت 6 جنيه. ابتدينا بقى الناس تشترك وتدفع بتاع ده بتكلفه الخدمه مبلغ ضئيل جدا. فهي الفكره بقى في التكنولوجيا المعلومات او التحول الرقمي ان هي توفر وقت، توفر تكلفه، تبقى الخدمه متاحه ان انا اي وقت اقدر اعمل ده. لا واعتقد كمان تسهل على الدوله ان هي تبقى عارفه اولا مواردها ايه. صحيح. وتبقى عارفه توظفها ازاي. صحيح. ما ينقصها وما الى ذلك. احنا بنتكلم يعني احنا شفنا في الفتره الاخيره شفنا طفرة في فكرة تقديم الخدمات للمحافظات والمراكز والنجوع حسب ما تحتاجه كل منطقة بعينها. ده كان نتيجة تحليل البيانات تحليلية أو قراءتها قراءة سليمة. دي حقيقة فعلا. فكرة اللي احنا تحولنا من التحول الرقمي ما بقاش هو تحول رقمي داخل المؤسسة، لأن أعتقد أصبح برنامج شمولي متكامل. جميل. كل المؤسسات زي ما حضرتك ذكرت بتترابط ببعض أو بتشوف بعض عشان تقدر أن انت تقدم الخدمة للمواطن بشكل سلس وشكل سريع. لكن حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا باشمهندس إبراهيم دلوقتي، فكرة ان ده ما حصلش في يوم وليلة. وفكرة اللي انا احول الداتا اللي موجودة على الورق لداتا موجودة على سيرفرات عشان اقدر ان اتعامل من خلالها، اعتقد ده امر صعب. هل احنا انتهينا من ده واصبحنا دلوقتي في التحول الرقمي الفعلي، ولا لسه شغالين في الاثنين بالتوازي مع بعض؟ طيب كويس قوي السؤال حضرتك ده. خلينا نرجع خطوة لورا. هي استراتيجية الدولة كانت ايه الاول؟ استراتيجية الدولة كانت قايمة على بعض المحاور أهمها المحور التشريعي. قانون زي قانون حماية البيانات لازم يبقى عندك قوانين تساعدك على التحول الرقمي ده. إحنا المحور ده خلاص إحنا انتهينا منه جدا. طيب المحور الثاني والمهم وهو تدريب الشباب أو رفع الثقافة المعلوماتية لدى المواطنين. ده إحنا شغالين عليه. ولو أنت بصيت في كذا مبادرة أطلقتها الحكومة ووزارة الاتصالات، مبادرة مستقبلنا وطني مثلا. مستقبلنا وطني دي فيها مجموعة من الكورسات. مستقبلنا رقمي. مستقبلنا وطني. 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 أو رقمي مش فاكر بالظبط. رقمي يعني. مستقبلنا رقمي. فالفكرة إن دي مثلا في مبادرة تانية محترمة جدا أشبال مصر. دي للطلبة اللي في ثانوية عامة وإعدادي ومترجتين 3000 حد يتدرب على ده. فأنت كل ده يبقى أول محور التشريعات، وده أنت بنسبة كبيرة خلصت كل ده. تاني محور وهو التدريب والتثقيف ورفع الوعي لدى الجمهور او لدى العامة. وتالت محور بيئة العمل. وبيئة العمل دي بالنسبة لنا في تكنولوجيا المعلومات ان انت عندك انترنت كويس، عندك تعرف بتوصل للخدمة بسرعة، عندك مواقع بتساعدك على ده. واخيرا بيجي التحول الرقمي اللي حضرتك بتقول عليه. طيب احنا ماشيين في كل ده مع بعض. في محاور اتقفلت وفي محاور هتفضل مستمر. يعني مثلا زي موضوع التدريب ده، موضوع التدريب ده هيفضل مستمر لان التكنولوجيا المعلومات بتتغير من وقت للتاني بسرعه جدا. بقى في حاجه اسمها دلوقتي الذكاء الاصطناعي، بقى في حاجه اسمها البلوك تشين، ولسه في حاجات تانيه كمان. دور تكنولوجيا المعلومات ان هي تبسط وتسهل وتقلل تكلفه على مستخدم الخدمه وكمان مقدم الخدمه. طيب خلينا برضو نعرف من حضرتك دور مصر في التكنولوجيا الخضراء، التكنولوجيا كمان جديده، بس يعني بدايه عرفنا نعرف سادة المشاهدين ايه التكنولوجيا الخضراء برضو. طيب يعني دي مصطلح مؤخرا يعني ظهر على الساحه وهو بيسموه التكنولوجيا الخضراء او الجرين تكنولوجي او الجرين تك او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقه للبيئه. هي هنا ارتبطت الجرين تك، ويمكن بس مش جرين تك، في جرين داتا سنتر وفي جرين في جرين ايكونومي كمان. صحيح. ارتبط بالظبط. ارتبط ارتباط وثيق ان انت بتعملي عمليه او منتجات بتقلل الاثار السلبيه على البيئه. هو في تكنولوجيا مش صديقه للبيئه؟ طبعا في تكنولوجيا مش صديقه للبيئه. يعني في بعض الحاجات اللي ليها علاقه بالبنيه التحتيه والانفراستراكشر والحاجات دي بتبقى في بعض الانبعاثات من الانفراستراكشر والحاجات دي. ما هنا تكنولوجيا المعلومات مش بس تطبيقات. تكنولوجيا المعلومات كمان بنيه تحتيه. فالموضوع فكره ان انت يبقى عندك تطبيق مثلا يكونسيوم طاقه كتير، فهيطلع عوادم، هيطلع حاجات. فهي دي الفكره ان انت
في تكنولوجيا مش بتستخدم باستخدام الامثل للبي. طيب فنرجع تاني للتكنولوجيا الخضراء. فانت بتعمل منتج او عمليه في الاخر بيقلل الاثار السلبيه للبيئه زي حاجات كتيره، زي مثلا فكره الانبعاثات، فكره المبادره اللي بتقدمها وزاره الماليه مع وزاره البيئه احلال السيارات مثلا. حضرتك لك ان تتخيل ان المبادره دي مستهدفه ان هي تقلل 294 طن ثاني اكسيد الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون. فده استهداف. كل الحاجات دي انت بتعمل بقى تكنولوجيا وموبايل ابلكيشن. فكره ان انت تعمل موبايل ابلكيشن يسهل على الناس ان هم ما ينزلوش وما يستخدموش العربيه، فانت عملت تقليل للحاجات دي. فالتكنولوجيا الخضراء ببساطه شديده جدا انت بتحاول تعمل حاجه تقلل من الاثار السلبيه للبيئه. ويمكن ده ياخدنا لحته كويسه ان احنا مصر بتستضيف كوب 27، فدي فرصه كبيره جدا للشباب المصري ان هم يطلعوا افكار ومنتجات نقدر نستفيد بكم فاندز او تمويلات. طب بمناسبه حضرتك يعني ذكرت كوب 7 و او كوب 27 وفكره ان مصر بتنظم هذا الحدث الكبير، ازاي نقدر نعتمد فيه على التكنولوجيا في فكره تقليل الانبعاثات الكربونيه ونقدر ان احنا نكون اصدقاء للبيئه من خلال التكنولوجيا؟ دايما طبعا نقدر نعمله، ويمكن بشويه خطوات، منها التدريب، وده يمكن وزاره الاتصالات بتقوم بالدور ده كويس جدا في ان هي تقدر تدرب على ذكاء اصطناعي، تدرب على برمجة، تدرب على الحاجات دي. فكل التكنولوجي دي هتساعد. فأنا بتكلم على تدريب، على رفع ثقافة، على ان انت تعمل تسويق للمنتج بتاعك ده. فده تقدر توصل منه ان انت تنافس في بعض الابليكيشن. ويمكن في دول كتيرة قوي سبقت في حتة ان هي تعمل الجرين تكنيك. طيب برضو في نقطة مهمة، يعني خلينا نقول تحدي عندنا الحقيقة، يمكن واحنا بنتكلم في تطبيق التكنولوجيا في المؤسسات والقطاعات الحكومية، ده جانب. الجانب الآخر انه عندنا في ناس ممكن تكون مش متعرفش تتعامل مع سمارت فون اصلا، ما بتعرفش تتعامل مع، ما بتعرفش الابلكيشن ده يعني بيشتغل ازاي. عايز اعرف من حضرتك برضو دور مصر في انها ترفع الوعي عند إن كان موظفين القطاع الحكومي، ومش بتكلم فقط عند حتى الشباب، وعلى الجانب الآخر كمان المواطنين ممكن يكونوا مش على دراية تامة بكيفية استخدام التكنولوجيا. طيب يعني سؤال حضرتك جميل جدا. يعني لو حضرتك آخر نسبة أنا شفتها تقريبا في 52 مليون بيستخدموا الموبايل أبليكيشن أو بيستخدموا التليفونات المحمولة. دور الدولة إيه؟ دور الدولة إن هي بتساعد في إن هي تعمل منصات تقدم تدريبات على كل المستويات. كل وزارة بقى عندها خطة تدريبية لرفع الوعي التكنولوجي لدى العاملين لديها. فالموضوع هو متشابك، مش بس دور حكومة، لا كمان دور الشخص نفسه ان هو يحاول ويطور وينمي من قدراته. وزي ما بيقولوا كده، انت حضرتك لو انت عايزة توصلي لأي حاجة هتوصلي لها دلوقتي، تقدري توصلي على جوجل، على يوتيوب. الموضوع ما بقاش منحصر شوية. يمكن التوسع الشديد في تكنولوجيا المعلومات احد مزايا ان انت حضرتك في ثواني بسيطه تقدري توصلي المعلومه اللي انت عايزاها. فهو ده الدور طبعا، ان اي شخص يقدر يوصل لاي معلومه، مش لازم الوزاره تديه او مش لازم الشركه تديه، هو يقدر من نفسه يدخل على اكتر من بلاتفورم ويتدرب على ده، ويبقى فيه رفع للفكر والوعي. يعني انا عجبني قوي يا باشمهندس ابراهيم فكره تجرد الذات. يعني حضرتك وزاره ماليه، مدير مشروعات في وزارة المالية، حديثك ما كانش منصب فقط على وزارة مالية لكن كمان اتصالات، بيئة. ففكرة هو دي اللي احنا بنتكلم عليه، فكرة التضافر في مصر في الجمهورية الجديدة. ما فيش حد بيعمل في جزر منعزلة، واعتقد يعني الكل يكمل الآخر حتى ننهض بالدولة في المقام الأول والأخير. وما فيش شك ان الحديث عن التكنولوجيا لا يتوقف ولن يتوقف، واكيد يعني لينا لقاءات اخرى هتكون مع حضرتك. بنشكر حضرتك مهندس ابراهيم رمضان، منسق عام منتدى السياسات العامه وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا لوجودك معنا، والف مبروك مره ثانيه على الجائزه. بشكركم، شكرا جزيلا على الاستضافه والحديث الشيق ده. شكرا جزيلا. نشكرك يا فندم. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، انا جمانة ماهر وايضا زميل عزيز احمد عبد الصمد وزميلتنا كمان عزيزه لمياء حمدي. ان شاء الله صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكره في نفس الميعاد من 7 ل 10 ان شاء الله. يعني جمعه مباركه على حضراتكم، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.